ايه الاسئله؟ ثريت ديفنس والفيزيبيليتي. وبعد كده باكيت باكيت كرافتنج. هو باكيت كرافتنج ليترلي يعني هو بيعمل كرافتنج لباكيت جديده يعني. بس يعني هو بيعدل الباكيت ولا باكيت كرافتنج انا اول مره اسمع المصطلح نفسه بس واضح من الاسم ان انت بتكرافت باكيت تحط فيها اللي انت عايزه. هي حاجه اساسيه في شغل الهاكرز يعني. ماشي ديباجرز. ايه؟ ديباجرز. ديباجرز؟ الديباجرز هي الادوات اللي بيستخدمها البروجرامرز عشان خاطر يعملوا ديباج. ايه ديباج دوت؟ ان هم يقدروا يلاقوا باج معين هو ايرور موجود في الكود بتاعهم ويوصلوا له. فعامة الادوات بتاعت الديباجرز دي المفروض ما بنستخدمهاش غير البروجرامرز اللي هم كاتبين كود معين. لكن طبعا احنا الناس بقى الظروف يعني مثلا اقول لكم مثال ظريف الديباجرز دول بيستخدموها في عارفين الجيمز؟ الجيمز اللي بتنزل على الكمبيوتر كل جيم دي بتشتريها بفلوس 50 دولار مثلا 60 دولار فتلاقي الناس منزلها ايه؟ كراك. عرفوا يكراكوا الجيم ازاي؟ احد الادوات اللي كانوا بيستخدموها زمان كتير هي الديباجرز دي اللي هو بيشغل الديباجر دوت وده بيحلل بالظبط عارفين لو في حاجات بتشتغل جوه في ويندوز اللي درس برمجه شويه يعني في حاجه اسمها فانكشن كود بتحصل في الخلفيه انا بكول حاجه اسمها فانكشن بطلب فانكشن وبعدين بدور على حاجه في الرام تمام بتشيك على حاجه في الرام فمثلا يجي الجيم اللي هي بالكراك ديت بتشيك على رقم معين سيريال نمبر بتشيك عليه بحاجه امين القصه فهو بيقدر يفور الكلام ده الطبيعي ان انت مش هتفور الكلام ده بس لو نزلت تولز زي الديباجرز ديت تقدر تفور الكلام ده عشان تفور الكلام ده ولا تقدر الكود كله ده لو هو موجود لو عرفت ان اوصل للكود سؤال مش بتوصل للكود سؤال عندي سؤال ملوش علاقه بالكلام ده هو في الدي اس بي مسج الحاجات بتاعتك كلها بتبقى موجوده في الاوبشنز لا مش كلها الاي بي ادرس بتاعك وده مش الاوبشنز تمام بتاعي انا كسيرفر ولا كلاينت كلاينت الاي بي ادرس اللي انت بتاخده الاي بي ادرس بتاع السيرفر تمام والباك ادرس بتاعك دول مش الاوبشنز الاوبشنز فيها اي حاجه ثانيه يعني هو دي اس بي زي ما قلت لكم زمان هو الابن الجديد اللي بنذكرها فيه اسمه بوت بي اللي هو بوت سكان فبوت بي ده ما كانش بيوزع غير اي بي ادرس وبس بيكسر اصلا ما كانش فيه سبنت باص فاهم قصدي ازاي؟ فاذا كنت بتلاقي اي بي ادرس وممكن ديفولت فعشان كده لما نزل الدي اتش تي بي طبعا هنا محتاجين نوزع حاجات ثانيه كتير زي الدي ان اس سيرفرز مثلا زي طبعا السبنت باص كل دي بقى اسمها ايه؟ دي اتش تي بي اوبشنز بتبقى موجوده في الباكت بس عشان يبقى باكورد كومباتبل مع بوت بي بقى في حته مخصوص اسمها اوبشنز فلو في جهاز شغال بوت بي بس هيتجاهل الاوبشنز دي ومش هيفهمها لو في جهاز شغال دي اتش تي بي هيفهم الاوبشنز عشان كده معظم الداتا فعلا في الدي اتش تي بي اوبشنز طب هو الاوبشنز دي ديفرنت معايا ترتيبها يعني مثلا ايه ايه طبعا كل اوبشن له رقم والرقم ده ستاندرد له معنى له معنى عادي باي ترتيب بقى؟ لا لازم ترتيب بقول لك له رقم له ترتيب ما في اوبشنز يعني ما انا قصدي الترتيب مثلا ايه انا ممكن احط اوبشن رقم 255 الاول بس او قصدي 200 بس لا قصدك ان جوه المسج نفسها لما افتحها الاقي ترتيب الاوبشنز اي دونت نو تمام لكن الاوبشنز نفسها لو ليها رقم يعني مثلا رقم 4 رقم 82 رقم كذا ده له معنى لكن الترتيب اصل هيفرق في ايه؟ ما انا لازم اقرا المسج كلها يعني انا كجهاز هيجيني المسج دي هقرا كل الاوبشنز بعت لي خمسه اوبشنز ولا بعت لي 100 اوبشنز هقراهم كلهم غيرت الترتيب بتاعهم ات دازنت ماتر انا هشوف الاوبشن ده ده سابت ماسك الاوبشن ده ده ديفولت جيت واي الاوبشن ده دي نسر الاوبشن ده انا مش فاهمه هتجاهله مش هعرفه الاوبشن اللي بعده فاهمه فاهم الفكره هتجاهلي ماشي كده اي دونت ثينك ان هو الترتيب يفرق بس طبعا لو عايز تقرا تنزل بقى اللي هو الدي اف سي دي ار اف سي بتاعتها واقرا بالظبط يا لهوي يا لهوي يا لهوي ايه ده؟ تخش عند حاجه مثلا فتلاقي ان يقول لك ان الاوبشن الفلاني بيتعمل بكذا تروح بقى مش عارف ار سي ار سي كذا عشان كذا تروح هنا يقول لك ايه بقى الادريس مش عارف نمبرز هتلاقيها مش عارف مين بس المفروض ارقام الاوبشنز ما اعرفهاش صح اللي هو اتليست دلوقتي ده بيعمل حاجه ريسيرش عشان خاطر مشروع التخرج بتاعه ده احنا بنعمل الداتا تكنيكس هو كان بيقول لي بص ال دي اتش تي بي كلها يعني بتاع الهيدرز بتاع عايزين عشان اسمه فاكر البتاع ده بص انت لو عايز تفهم البروتوكول اي كلام للجميع حد عايز يفهم البروتوكول زي دي اتش تي بي لهذه الدرجه تمام انت عامه ما توصلش النقطه دي غير في حالتين تعمل ريسيرش او تخرج او مشروع او بحث من ماجستير او دكتوراه او داخل بتدرس حاجه في سي سي اي تمام اللي هو الليفل بتاع الاكسبرت فسواء وصلت كده او وصلت كده في السكه دي ولا السكه دي العالم بتاعك كله هيبقى في حاجه اسمها الار اف سي اللي هي الدوكيمنت اللي بتقول اصلا البروتوكول ده بيشتغل ازاي وزي ما انت هتشوف البروتوكول ده مثلا الدي اتش بي لو طبعناه يعمل مثلا 100 ورقه بس ال 100 ورقه دول مش كفايه يعني في كل حته يقول لك الحته دي بتشتغل بناء على ار اف سي كذا تقوم جاي عايز تطبع ار اف سي ثاني فتلاقي نفسك في الاخر عشان تدرس الدي اتش بي ممكن تكون طبعت ايه؟ ايوه عشان خاطر تفهم كل حاجه بتشتغل ازاي بس ده الليفل بتاع الاكسبرت تمام؟ فمالوش علاقه بدرجه كبيره بالمستوى اللي احنا فيه دلوقتي او بالحاله العمليه في نقطه البدايه.
كنقطه الاكسبورت لا طبعا تمام لازم قريت كميه ار اف سيز يعني ما اقولكش في الفيرتشوال نتوركس الفيزيبيلتي كان معايا ايه معلش لو تركوا عامة مستشار فيزابيلتي مش الفيرتشوال نتوركس مستشار فيزابيلتي دلوقتي يبقى معناه ان انا اعرف ايه اللي بيحصل في الشبكه عندي ايه اللي اكشولي الداتا اللي ماشيه اوصل ليها لدرجه تعمق كبيره جدا جدا وانا ده بيتم دلوقتي بنت فلو يعني طبعا ادوات ثانيه كتير بتساعده لكن نت فلو الاساس هو بيحلل الداتا اللي ماشيه في الشبكه ويعرف بالظبط ايه هي فنقدر نوصل فيزابيلتي لدرجه الابلكيشن ليفل احنا بنيجي نتكلم ان شاء الله على نيكست جنريشن فاير وول نيكست جنريشن فاير وول واليو تي ام اليونيفايد ثريت مانجمنت الاثنين بيقدروا يوصلوا لحاجه اسمها ابلكيشن ليفل فيزابيلتي بمعنى ايه؟ انه بيخش جوه الباكيت مش بس يعرف لير 2 لير 3 ولير 4 كان عادي يعني اللي هو بتاعنا وبس حتى يقول لك طب اللي جوه ده اتش تي تي بي ولا ايه لا ده بيخش جوه ال اتش تي تي بي ريكويست اكشولي ويفهم ايه دوت بالظبط ويبدا يراه يحلله تمام ده بيوصلنا للنقطه اللي قلنا عليها قبل كده زمان هنقول عليها تاني زي ما قلنا ان مثلا ممكن امنعك انك تعمل لايك على الفيسبوك يعني خليك تخش على الفيسبوك بس ما تعرفش تعمل لايك خليك تخش على الفيسبوك وتعمل لايك بس ما تعرفش تلعب جيمز فيسبوك جيمز طب ازاي؟ How am I doing this؟ تمام؟ الموضوع بسيط، النكست جنريشن فاير وول او اليو تي ام بيقدر يانلايز الباكيت اللي طالعه لدرجه الابلكيشن ليفل، تمام؟ فدي فيزابيلتي او ده انا شايف اللي بيحصل لدرجه الابلكيشن، زمان كانت الفيزابيلتي بتاعتنا بتعتمد على الراوترز مثلا تمام اللي هي تقدر تشوف لغايه لير 3 ولير 4 اقصى حاجه كان يقولها لك الراوتر ايه؟ اه الباكيت دي اتش تي تي بي عرفت منين؟ بوف 80 الباكيت دي تنت عرفت منين؟ بوف 23 ده اقصى حاجه اقدر اقولها لك لكن دلوقتي وصلنا فيزابيلتي لدرجه ايه؟ عاليه جدا. تمام؟ مين اسئله تاني؟ طيب نبتدي نكمل شابتر 1 اوكي؟ طبعا هو زي ما قلت لكم طويل شويه والكلام كله نظري بس ده دهشه ظريفه قبل ما نخش بقى في العملي ما تقلقش يعني من اول شابتر 2 كله ايه؟ شغل وتطبيق. فبس نخلص الجزء ده لانه فيه تعريفات ومفاهيم كتير قوي 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 وبيتسال عليها في الامتحان كتير خلي بالك. يعني انا مش عايز اصدمكم المره اللي فاتت بس انتوا اوريدي اللي خد الماتيريال المره اللي فاتت يقدر يفتحها ويبص يبص عليها يعني الامتحان بتاع السيستم سكيورتي واكشلي هتلاقي 50% تقريبا من الاسئله نظر يمكن اكتر يمكن تبقى 60% من الاسئله اللي هي في الدعم اللي بالتالي هيجي لك منها الامتحان هتلاقي اسئله نظري مش عمل مين القصه؟ ده طبيعي ده طبيعي وده اللي انت لازم تتوقعه على مستوى الايه؟ السيستم سكيورتي عشان كده الكلام ده مهم مش كلام مجرد كده يعني ايه عادي كنا وصلنا للريجيشن اوف سكيورتي تولز وقلنا احنا هنبص على كام حاجه كده بسيطه تاني ده مش الكورس بتاعنا دي لمحه كده سيسكو حطها ده كورس سي اتش تمام عايز تعرف اكتر الكلام ده كله الكورس بتاع ايه سي اتش فدي تولز بعض التولز اللي ممكن تستخدمها وهنا طبعا ما بيقولكش ان هي هاكينج تولز انا مش عايز استخدمها او اعرفها كهاكينج تولز انت لازم تعرفها مش عشان تعمل هاكينج اه بالظبط زي ما كانت فوق بنتريشن تيستنج لان انت مش هيبقى اسمك هاكر او كده بيبقى اسمك ايه؟ بنتريشن تيست اللي هو بتاع تعمل اختراق للشبكه بتاعتك اللي غرض الاختراق. فاول حاجه طبعا واشهر حاجه قلناها المره اللي فاتت بسرعه كانت الايه؟ باسورد كراكرز صح؟ اللي هو انك تكسر الايه؟ الباسوردز بتاعتك. وقلنا فيها ادوات كتيره جدا زي لوف كراك واوفر كراك وجون ذا ريفر ريمو كراك ميدوسا كل الكلام الجميل دوت. ودخلنا في موضوع الباسوردات ودخلنا في موضوع الباسورد مانجرز وقلت لك لاست باس وكي باس والكلام مش المره اللي فاتت تمام؟ تاني تول موجود عندنا هي الوايرلس هاكينج تولز وطبعا دول كتير جدا جدا يعني اشهرهم كازمت بس يعني مين تاني؟ اير كراك ام جي كازمت ام سايدر بس سايدر فيها دبل اس 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 اي دي طبعا هو الاسم بتاع النتو بتاعتنا سيلفر سيت اي فاير كازمت فاير شيب اول مره اشوفه ده نت ستامبر طبعا ده قديم جدا من زمان واظن واضح الوايرلس هاكينج تولز بتعمل هاكينج بس وايرلس نتورك سواء الهاكينج اللي هو ان انا اجين اكسس للنتورك معيش الباسورد بتاعتها او ان انا اكشن مثلا كابتشر ترافيك بتاع النتورك خالص او اعمل حاجات تانية كتير تمام مش هندرس طبعا الوايرلس سكيورتي ان ديتيلز نتورك سكاننج اند هاكينج تولز طبعا في كذا اداه موجوده عندنا بس اشهر حاجه ان ماك تمام ما اعرفش ان ماك هشوفها وهوريها لكم ان شاء الله في الادوات الاساسيه اللي بنستخدمها اللي انت بتعتمد سوبر سكان انجري اي دي سكانر نت سكان تول بس زي ما اشهر واحد اسمه ام ماك واحنا بنستخدمه موجود على لينكس موجود اللي هو لينكس طبعا هو اساسا طبعا لينكس زي ما يعني لو ما قلتش المره اللي فاتت او اقول لكم تاني المره دي لو انت عايز تعرف الادوات ديت تدرسها وتفهمها لازم تشتغل لينكس اوكي لكش خد كورس لينكس بلس ولا ريد هات مش عارف سيرتفايد سيستم ادمنستريتور ولا عايزك تدرس ويندوز زي ويندوز سيرفر كده بس سيرفر ادمنستريشن لا
بقول لك لينكس بيزك نوليدج بتاعت لينكس. يعني لو خدت كورس مثلا في لينكس عادي جدا اوبونتو او اي حاجه ثانيه، كورس صغير اللي هو 8 ساعات اللي هو هيديك البيزكس لينكس بتشتغل ازاي، ولينكس البيزكس بتاعت سي ان اي بتاعته مش لازم تشتغل اي حاجه من الاخر. وبعد كده طبعا تروح تشتغل بواحده من الادوات المشهوره وبتشتغل جوه اوبونتو، بس طبعا اشهر ديستريبيوشن لينكس لازم تشتغل اللي هو كالي. تمام؟ كالي لينكس اللي كان زمان اسمه ايه زمان؟ اسمه ايه؟ كنا لسه بنجيب سيرته امبارح. نسيت اسمه؟ باك تراك. كان اسمه باك تراك. طيب يبقى اذا الادوات كلها موجوده لينكس، في بعضها موجود ويندوز اه يعني ما هو امبارح موجود ويندوز، تمام؟ في ادوات ثانيه موجود لوست كراك موجود ويندوز، بس زي ما قلت لك الادوات الجامده كلها والحاجات الجامده كلها هتلاقي لينكس. الباكيت كرافتنج تولز زي ما كان لسه محمد لسه عليها بيقول لك الكرافت فورج باكيتس، يعني بتزور باكيت عشان خاطر تحط الحاجه بتاعتك اللي انت عايزها فيها، زي اتش بينج، اس كي بي، اس او كات، سيما، نت كات، ام بينج، ونمسيس. تمام؟ يعني يمكن المشهور منهم نت كات، ده من الاقل اللي انا اعرفه يعني. مشهور؟ سيما. طبعا كل واحد بيقول لك ليه كرافت باكيت معينه عشان نهار التارجت معين، يعني مثلا واحد منهم مثلا مش متذكر ابي اسمه هتلاقيه بيستخدم في الكورس، في كورس على فكره كالي لينكس كانوا منزلينه سي بي تي ناجتس برضه للبريستي بايون مان بوركم، وفي كي سباركر اي ثينك قاعد وشغال على كالي لينكس وبيبيع حوالي 30 40 تول بالتولز ديت فبيوريها لك، يعني مش كورس سي اتش بس هو كورس على كالي لينكس وبتقدر تعمل بيه فظريف جدا يعني، وبيتست على ريل ديفايسز يعني يعمل هاكينج على نتورك وتشوف اللي بيحصل فحاجه ظريفه. فاحد الادوات دي مثلا تقدر تكرافت بيه في تي بي باكيتس، دي تي بي باكيتس، اس تي بي باكيتس، حاجات اللي هي تقدر تهاجم بيها السويتشز بتاعت سيسكو وتتعامل معاها بطريقه يعني تخليك تعمل اي حاجه. في بلجنز على الفايربوكس، في بلجنز بتنزل على الفايربوكس تعدل في الباكيت ده بعد ما تسيب ما شاء الله. بلجنز على الفايربوكس شوف وصلنا لدرجه ايه، مش محتاج تنزل تول حتى لا ويندوز ولا لينكس يا عم. بلجنز على الفايربوكس. الباكيت سنابرز طبعا زي الوار شارك عشان حاجه، بس في حاجات ثانيه برضه زي تي سي بي دامب ودي سناب. تمام؟ الباقي ما اعرفهمش قوي يعني، دي سو ايه بارو سبيندر مش عارف باك بوكس اللي هي اس ام سكريبت، لكن طبعا عارفين كلنا الباكيت سنابرز اللي كلنا اشتغلنا وشفنا وير شارك في سي اي. الروت كات ديتكتورز، طبعا الروت كاتس ديت حاجه من اسوء الحاجات اللي ممكن تنفكت الجهاز بتاعك، وهي عباره عن يعني حاجه بتبقى موجوده بدرجه كبيره جدا، يعني داخله جوه حاجه كبيره كم جامده قوي في الجهاز او من الاساس الاوتاد اساس بتاع الجهاز، عشان كده بنقول عليها روت اللي هي داخله لعمق الايه الجهاز عندنا. دي طبعا الديتكشن بيقول لك زي ايب ونت فلتر وبي اف اوبن بي اس دي باكيت فلتر، كل دي ادوات عشان خاطر تعمل لك حاجه اسمها دايركتوري اند فايل انتجريتي تشيك. يعني ايه الكلام ده؟ هو انا الروت كات ديت بتربط نفسها مثلا باكسبلورر دوت اكس اي، اوكي مثلا بتربط نفسها بالكرنل بتاعك بتاع ويندوز اوبريتنج سيستم، فطبعا يعني الحاجات دي الفايلز مهمه جدا وسيستم فايلز، فانا اعرف منين هي انفكتد او ان هي اصلا بايظه عن طريق ان انا بقارن التيرف بتاعتها او الهاش بتاعها او السيجنتشر بتاعها زي ما هي المفروض تبقى موجوده وزي ما هي عندك. يعني مثلا انا شاكك في فايل معين في السيستم بتاعي، اقدر اجيب اكشن من مايكروسوفت نفسها او من مواقع كثيره موجوده على النت، الفايل ده المفروض يبقى الهاش بتاعه ايه؟ عشان تبقى فاهم يعني طبعا انا مش هدرس هاشنج دلوقتي، بس سريع على الهاشنج لو فاكرين جبنا سيرته في اسنان سي سي ان اي كان اشهر حاجه ليه؟ الامن فايل اللي كان معانا طبعا تفصيل اكبر بكتير الشابتر بتاع الكريبتوجرافي، بس الهاشنج معناه ان لو في مثلا عندي ده فايل معين اوكي موجود، لو انا شغلت الام دي 5 كفانكشن رياضيه زائد الفايل دوت هيساوي يطلع ايه؟ شويه حروف وارقام كده بهذا الشكل. اوكي؟ ده اسمه الهاش او السيجنتشر. فاذا لو انا معايا الفايل الاصلي وعملت عليه ام دي 5 بيطلع لك الهاش ده، لو الفايل بتاعك اتلعب فيه باي طريقه زي موضوع الروت كات دوت يبقى هيحصل ايه؟ هيبقى هاش مختلف. تمام؟ فاذا ساعتها نقدر نديتكت او نعرف لو الفايل اتغير او حصل فيه حاجه، حتى لو الانتي فايروس بتاعك ما شافش يعني فاهمين القصه؟ ده مش انتي فايروس، المره بتشيك الفايل ايه نفسه. اوكي؟ فازرز، ودي حاجه يعني فظيعه جدا اسمها فازرز، وجايه كلمه فاز ومعناها من الاخر داتا عشوائي، يعني ده اقرب تعريف ليها بالعربي ممكن. تمام؟ يقول لك تولز يوز فور هاكرز وان اتمبتنج تو ديسكفر كمبيوتر سيستم فولنربيلتي، يعني بدور على نقطه ضعف، ف ببعت داتا عشوائيه لسيستمز سوفت وير او سيستم معينه موجوده في السيستم دوت وبشوف اللي بيحصل.
الفكره اللي هي الداتا العشوائيه دي مش حاجه محدده. يعني انت الفكره التولز اللي هي بتبقى راندوم على قد ما طبعا الفانكشنز اللي بتبقى موجوده، وبالتالي بتطلع يعني حاجات غريبه، بتطلع في الاخر ممكن السيرفس دي تقع او ممكن انت جين اكسس او لحاجه من غير ما انت تعرف. في جاي لك بعض اسمها زي سكيب فاش وابيتي وواف تقريبا او دبليو سي اف. اوكي زي ما قلت طبعا ان التولز دي مش يعني مش قصتها، لكن ايه عشان تبقى الفورنسيك تولز اللي هي الادوات بتاعتنا اللي بنستخدمها الوايت هات هاكرز المفروض او احنا طبعا برضو عشان نسيفها او اي تريس اوف ايفيدنس عشان ندور على ايفيدنس او دليل معين لحاجه جريمه معينه حصلت. زي ما قلنا في اصلا شهادات مخصوصه لهذا الموضوع للفورنسيك اناليسيس. دي بالز اللي لسه متكلمين عليها تمام. بيقول لك تو ريفرس انجير باينري فايلز وان رايتنج اكسبلويتس، يعني اي برنامج زي ما قلت لك لكم سهل جيم يعني، بس الكلام ينطبق على اي برنامج. انا بنزل بعض البرنامج وعايز له كراك تمام، فبشغل الديبوجرز ديت واقدر اعمل حاجه اسمها ريفرس انجيرنج. طبعا ده موضوع كبير جدا مش هنخش فيه، بس الهندسه العكسيه ديت ان يبقى معاك حاجه وتقدر ترجع للاصل بتاعها من غير ما يكون معاك الاصل بتاعها. فانا لو معايا السورس كود بتاع البروجرام او بتاع الجيم فخلاص انت معاك ده هو الاصل، لكن ازاي اقدر ادجها تاني من غير ما يكون معايا الاصل بتاعها. طبعا هاكينج اوبريتنج سيستمز زي كالي لينكس، اس اي لينكس، نوبكس، باك بوكس لينكس اللي بقى امثله ليهم. طبعا اشهر واحد هو مين؟ كالي. في الواي فاي سلاكس ده مخصوص للواي فاي يعني؟ لا لا الواي فاي اسمه ايه؟ واي فاي سلاكس. واي فاي سلاكس اسباني. اوكي اسباني كمان؟ اه جميل جدا. زي ما قلت الحاجات دي بتفتح نقاشات، واي حد لو بتطلب الاول في الجزء ده بالذات اللي هو في كلام لو عنده حاجه عايز يضيفها او معلومه او يعني انكدوتس يقولها. الانكربشن تولز طبعا دي بنستخدمها عشان خاطر نحمي محتويات الحاجات بتاعتنا. دخلنا بقى في الايه؟ في البروتكشن يعني مش الهاكينج دلوقتي، زي مثلا حاجات الانكربشن زي اس اس اتش او اوبن اس اتش، اوبن اس اس ال، تور، اوبن بي بي ان، اس تامل، سايبر شيلد، فيرا كريكت، في ادوات كتيره جدا جدا. Vulnerability Exploitation Tools دي طبعا ادوات بتقول لك شوف عندك يا ترى انت فانبل ولا لا لاتاك معين، يعني الاخر بتشوف عندها لسته معينه من الاتاكس او النقط اللي هي الضعف وبتعمل سكان عليها. من اشهره في الحقيقه اللي هنتكلم عليه دوت الـ SET شايفينه Social Engineering Toolkit. اوكي دي حاجه ظريفه جدا عشان تست ضد السوشيال انجينيرنج اللي جبنا سيرته بسرعه المره اللي فاتت، هنتكلم عليه تاني مع بعض. Vulnerability Scanners نفس الكلام، بتعمل زي اللي فوق بالظبط، بتسكان لفولنربيلتيز معينه زي نيبرز، كونيا بي اس اي، كو ايبك، نيسس طبعا مشهور جدا جدا واشهر برنامج بعد ان ماك الحقيقه، سيلت، اوبن ماس، وهكذا. طبعا زي ما قلت عايز تعرف اكتر من الكلام ده كله عيش حياتك على السي اتش اتاك كتير جدا جدا. برضه سريعا هنبص بقى على النتورك هاكينج اتاكس، انواع مختلفه كده بسرعه بدون تقسيم، لسه هناخدهم دول تقسيم كده ظريف قدام عشان خاطر هم كتير قوي، بس دي امثله فقط. ايف دروبنج اتاك اللي هو التجسس، انك تتجسس على باكتس ماشيه في النتورك عندنا، سميه سنيبنج، سميه سلوبنج، سميه ايف دروبنج، كله يعني نفس الشيء. وده غالبا ممكن بيحصل في اللاب وفي الوايرلس لاب بسهوله، لو انت مش حامي النتورك بتاعتك صح يقدر زي بيعمل اتاك مثلا على السويتش ويحاول السويتش الهارد تمام، وبالتالي يقدر يجين اكسس لكل الداتا اللي ماشيه في الشبكه. طبعا الوايرلس اكسس بوينت لو انت مش عاملها حمايه مخصوص انكربشن عالي برضه ممكن يقدر يوصل لحاجه زي كده. داتا موديفيكيشن اتاكس معناها ان انا هانترسبت الداتا في النص واعدلها قبل ما توصل للطرف اللي كان المفروض توصل له، وده غالبا بيحتاج مساعده واحد تاني من تحت اسمه مان ان ذا ميدل. اي بي ادرس سبوفنج اتاك، السبوفنج طبعا الكلمه دي هتشوفها كتير قوي، بنسبوف الاي بي ادرسز، بنسبوف الماك ادرسز، بنسبوف حتى الهوست نيمز، كل حاجه عندنا ما شاء الله بنعملها سبوفنج، حتى السيرفيسز اكشلي لغايه درجه اللي هي السيرفنج يعني. باسورد بيست اتاكس زي ما كنا لسه متكلمين عليها، ان انا اكراك الباسورد يا اما عن طريق ديكشنري اتاك يا اما عن طريق جيسنج، والجيسنج ده يعني من الدراسات المره فاتت، بس جيسنج بيعتمد شويه على السوشيال انجينيرنج، ان انا لو عايز اخمن مثلا ايه الباسورد بتاعت وائل اقعد اتتبع وائل كده كذا يوم تمام، ممكن اتتبعه في الحقيقه ممكن اتتبعه على الانترنت لغايه لما جس الايه؟ الباسورد بتاعته. اوكي؟ انت مثلا من احد الادوات اللي هي المفروض معموله على الويب سايتس عشان خاطر تحميك انت لو انت نسيت الباسورد هي ايه؟ في تعمل اكونت ويب سايت بيقول لك حاجه لو انت نسيت الباسورد تلاقيه بيطلب منك حاجه سكيورتي كويشن. سكيورتي كويشن تمام؟ تلاقيه يقول لك حط سكيورتي كويشن او اختار سكيورتي كويشن. وات از يور فيفرت كار؟
وات از مش عارف ايه فاهم فاهمين حاجه زي كده عشان خاطر دي تساعدك ان انت تفتكر ان ايه الباسورد بتاعتك او تساعدك ان انت هو نفسه يعملك ايه عمليه ريسيت للباسورد حسب طبعا ايه السيستم نفسه. بس الهاكرز اكشن ممكن يستغلوا هذا الموضوع عشان خاطر يوصلوا للايه للسيكريت وورد بتاعتك او للباسورد بتاعتك. اوكي دينايل اوف سيرفيس اتاك هنتكلم عليها سيكشن كبير لوحدها قلناها برضه بسرعه انك بتسمع عن حاجه وقعت او سيرفيس معين او سيرفر معين وقع هو ده دينايل اوف سيرفيس اتاك هنتكلم عليه وعلى الديستريبيوتد دينايل اوف سيرفيس. نفس الكلام ما نقدر نتكلم عليه كومبرومايز كي اللي هو اي كي عندنا اللي هو زي الباسورد بس ممكن غالبا انا بيبقى سيكريت كي نستخدمه مثلا في الانكربشن ده لو كومبرومايز يعني حد يقدر يحصل عليه طبعا كل الانكربشن بتاعه مثلا ملوش اي فايده. السنايبر اتاك اللي هو بيكابتشر داتا يعني ما يختلفش كتير عن الايفدروبنج زي ما دي امثله سريعه جدا جدا بنعدي عليها بسرعه عشان خاطر تبقى بس الاسماء في دماغك مش ايه مش عارف. اول حاجه هنبص عليها بدقه بقى بعيدا عن السرعه الفرق ده كله بسرعه فسيبك منه مش قوي لكن اللي جالي بقى اي حاجه كده سلايدز مخصوصه كده يبقى ممكن تسال عليها في الامتحان حاجه مهمه. المال وير عندنا طبعا كلمه مال معناها مرض فزي في سوفت وير هارد وير مال وير اختصار ماليشيوس سوفت وير وده اللي بيبقى حاجه يعني مضره بالنسبه لنا زي الفيروس والورم والتروجن هورس والروت كاتس والباك بونز والسباي وير والبوت نت والكي ستروك لوجرز والفيروس كتيره جدا جايب لنا كده ليست كده. طيب قبل ما نخش في الانواع بتاعتهم ونفرق ما بينهم ازاي واي لايك ماليشيوس كود يعني ليه اصلا الناس بيكتبوا الكود ده؟ زمان كان الموضوع موضوع يعني دايما اللي بيكتب الحاجات دي كانوا ناس صغيرين في السن ممكن يقول في مرحله المراهقه وطبعا في المرحله دي انت ما فيش دماغ بجد وكل اللي عايز تعمله تثبت ان انت احسن من الاخرين الثقافه اللي انت ايه ذا بيست يعني ومحتاج التقدير من الناس اللي معاك يعني. لكن طبعا الموضوع دلوقتي بقى اعقد من كده بكتير لان الموضوع زي ما قلنا المره اللي فاتت بقى بيزنس بقى مافيا بقى حاجه شغاله بتخش في مليارات الدولارات في الايه السنه. دلوقتي طبعا النهارده الدنيا ايه اختلفت خالص رايت الكود توداي يقول لك الدنيا عندنا دلوقتي بقت صعبه جدا لدرجه ان تبص 2008 يعني 8 سنين سيمانتيك بتاعت نوبل طبعا انتي فايروس عارفينها تقول ريسيت ماليشيس كود اند اذر انونتد بروجرامز ميبي اكسيدنج ذات اوف ماجيرال سوفت وير طبعا ده عندنا من زمان. بمعنى السنه الواحده مثلا بينزل فيها كام برنامج؟ تخش داونلوده بفلوس او ببلاش 1000 برنامج كان زمان بينزل برامج وبينزل ماليشيس كود برامج كانت اكيد اكتر من ماليشيس كود كتير. النهارده طبعا 2008 دي قديمه قوي الماليشيس كود عدى بمراحل الارقام بتاعت البرامج يعني انت طبعا كميه البرامج رهيبه في الدنيا لو فكرت فيها الاف البرامج بتنزل كل سنه رغم كده الماليشيس كود عندنا اللي بينزل كل سنه بقى اكتر من كده. الثلاثه الكبار اللي سيسكو عايزك تفرق ما بينهم للاكزام اوبجيكتيف هم فيروس وور وتروجن هورس. اولا حته ان انت تمسك واحد من المال ويرز اللي بيحصل النهارده وتقول ان هو اي واحد من الثلاثه دول بوضوح شديد ممكن يبقى صعب لان ممكن يكون عنده خواص من ده او من ده او من اثنين او من الثلاثه حتى مع بعض يعني الموضوع وصل دلوقتي بقوا فيري سوفيستيكيتد لهذه الدرجه هم وصلوا التعقيد بتاعهم ان هم ممكن يبقوا اكتر من حاجه مع بعض ما يتقالش عليهم حاجه واحده. طب بس هي ايه الحاجه دي؟ يعني ايه كل واحد من دول؟ خلينا نبص عليهم واحد واحد. الفيروس هو لازم يكون مرتبط تعريفه الرسمي يعني بباينري كود يعني حاجه بتتنفذ زي مثلا في الويندوز الحاجه اللي اسمها اي اكس اي دي ال ال دي برامج بتقدر تتنفذ اوكي. فالبرامج اللي بتتنفذ دي بيبقى ملتصق فيها او مرتبط بيها فيروس اوكي. يعني انا بروجرام معايا مثلا زي نوت باد نوت باد ده ملف موجود في نوت باد دوت اي اكس اي لو الملف ده جات انفكتد باي فيروس معناه ايه؟ الملف زي ما هو بس زاد عليه مثلا 5 كيلو بايت 1 كيلو بايت حتى ممكن كود زياده تمام. الكود الزياده ده هو الايه؟ الفيروس اللي نزل. فطبعا عشان الفيروس ده بعد كده يبقى انفكت الجهاز دوت بتاعك او اجهزه اخرى ثانيه كتير لازم الملف ده يبقى ايه؟ اكسكيوتد. فانا لو عندي نوت باد وانا كده انفكت الجهاز خالص وبعدين عملت كوبي نوت باد دوت بعته لكم بقى ايميل او بعته على فلاش درايف او على سي دي وهو انفكتد زي ما هو يبقى لما يوصل عندك وتشغله هيبقى انت كمان هتبقى ايه؟ انفكتد. مين القصه؟ لازم الفيروس لازم يبقى فيه موجود عندنا زي ما قلنا انترفنشن يعني عملها كابيتال ليترز لازم يوزر انترفنشن تو سبريد عشان ينتشر ويبدا ينشر نفسه لازم تاكسكيوتو تبعته باي او نتورك باي وات ايفر عشان خاطر ايه يوصل ويبقى موجود عند الاخرين.
التروجن هورس او حصان طروادة، طبعا الصورة هنا لو مش فاكرينه يعني طبعا كلنا عارفين القصة او مش عارفين القصة اللي هو بتاع تروي والحرب اللي كانت حاصلة ما بينهم وما بين الجريك، وبعدين الحرب دي سبع سنين طويلة جدا وفي الاخر الحرب لقوا الحصان ده موجود وان هم مشوا وده هدية. طبعا هو كان هدية ولا حاجة، وبعد ما دخلوه جوه المدينة كانوا الجنود مستخبيين جوه. الفكره بتاعته بتربط زي انت جايب حاجه شايفها كويسه زي هديه بس هي جواها مصيبه، تمام؟ فطبعا بالنسبه لنا احنا معناها ايه؟ معناها مثلا انت يعني فايل بي دي اف مثلا، فايل صوره، فانت فاكر ان هو بي دي اف كتاب او صوره هي حاجه ما انا عايز اشوفها، بس اكشولي جواه موجود ايه؟ الماليشيس كود بتاعه، هو ده الترويجن هورس، هو جواه اكشولي حاجه ثانيه خالص غير الايه؟ الحاجه الاصليه اللي هو يدعي بيها ان هو مضاهي. في منهم انواع كتير جدا جدا برضه نظره سريعه مش لازم تحفظهم، يعني ريموت اكسس تروجن هورس زي ما قلت لك ده لما بينزل الحاجه المستخبيه جوه حاجه ثانيه بيجيت اكسس الهاكر بيجيت اكسس الديفايس بتاعك. داتا سيندنج تروجن هورس بيديك اي بيقعد يجمع الداتا اللي بتتكتب زي الباسوردز مثلا وبنسميه ساعات الكي لوجر. الكي لوجر لو كيبورد لوجر ده اللي هو بيلوج كل حاجه بتتكتب على ايه؟ على كيبورد، وبعدين يجي في وقت معين بيجمعهم في فايل وجاي باعتهم للايه؟ للهاكر. Destructive Trojan Horse بيكوربت أو ديليت فايلز وورد من اسمه. Proxy Trojan Horse بيخلي الكمبيوتر بتاعك بروكسي عشان الهاكر يستخدمه يخبي نفسه من حد تاني. يعني واخدين الفكرة؟ ولما تيجي تتعقب أتاك معين بتوصل للأي بي أدرس. أوكي؟ هوصل للأي بي أدرس بتاعك. تمام أنا ما عملتش حاجة. أوكي؟ حد إيه؟ كان مستخدمك أنت كبروكسي. الـ FTP Trojan Horse بيقول لك Open Port 21 وده طبعاً بيقول لك يعني بيستوب أنتي فايروس بروجرامز أو فاير وولز فروم فانكشن. يعني ده بيقدر يعمل لا ده واحد تاني سوري لا الـ FTP Trojan Horse بيفتح بورت 21 مش هيقدر يستخدمك انت كـ FTP سيرفر يعني، لكن اللي بعديه على طول Security Software Disable Trojan Horse ده ظريف جدا وظيفته ان هو يديسيبل الفاير وول والانتي فايروس، تمام؟ طبعا يعني ايه هتلاقي حاجات جميله جدا بتحصل عندك. Denial of Service Trojan Horse slows or hold down a host network activity اللي هو طبعا الـ loss او الـ denial of service. سوري سمعت كده واحده. الورم بقى اختلاف عن الفيروس في ايه؟ بيقرب للفيروس اللي هي مالشيس كود لكن مش محتاج يوزر انترفينشن. غالبا انت بتجيت افكتد بالورم ديت انك تريك لينك بتجي لك في الايميل، انك تفتح ويب سايت وتجيت انفكتد من انت فتحت ويب سايت، تمام؟ فاذا بيقول لك انت نيد يوزر انترفينشن عشان خاطر ايه؟ تنتشر ايا كانت الطريقه اللي جت بيها لليوزر الاصلي، لكن بعد كده ممكن تنتشر. يعني انا جت انفكتد دلوقتي الجهاز بتاعي انفكتد باي ورم من غير ما انتوا تعملوا حاجه الاجهزه بتاعتكم، ده بس احنا في شبكه واحده ممكن انتوا تبقوا انفكتد من غير اي حاجه، ما فيش اي انترفنشن من عندكم ولا كليكت حاجه ولا فتحت ويب سايت انا ما فيش عندي حاجه، لكن ممكن تريك تجاك انفكتد. هو بيديبليكيت. هو طبعا جت الورم منين؟ لو عارفين في بعض انواع البيبان حقيقه لما بتتقطع نصين بتلاقي ايه؟ يعني جت دوده وقطعتها نصين، ايه اللي بيحصل؟ كل جزء بقى لوحده بقى دوده لوحده بقدود الواحد، تقعد تقطعها نصين تلاقي كل جزء بقى بقدود الواحد، كل جزء فهي دي الفكره، هي تنتشر وتنتشر وتنتشر بدل ما يبقى واحده بس اللي هي بقت ايه؟ بقت 1000. طبعا مثال لاحد الورمز المشهوره جدا الاس كي ال سلامر وورم، دي حصلت في 2001 وكانت الحقيقه سلود داون ذا جلوبال نتورك انترنت ترافيك بسبب ال اوفر 250,000 هوست وير انفكتد وزين 30 مينتس. ادي اكشولي شكل الخريطه بتاعتها، وبعد 19 اور ادي شكل الخريطه بتاعت العالم. الانفكشن كان عامل ازاي؟ هو جايبها لك كانها فيروس عقيده اسمع عن فيروس الايبولا مثلا ولا حاجه لا سمح الله، هو بيعرض لك كانها زي كده. دي المناطق الانفكتد وبعدين ده كده ايه؟ العالم كله بقى ظابط دلوقتي. اوكي؟ طبعا اس كيو ستامر ديت اكشولي يعني مشكله بالنسبه لنا لما حصلت. يعني هي قدرت يعني انفكت عدد ضخم جدا من اس كيو سيرفرز اللي موجوده في الدنيا. بس كان درس كبير بالنسبه لي نتورك ادمنستريتورز عشان خاطر ان الباج او مش الباج سوري الفولنبيلتي نقطه الضعف اللي لقيتها الورم دي واستغلتها كانت اكشولي باتش باي مايكروسوفت. يعني هو الاس كيو سيرفر فيه نقطه ضعف الورم دخلت منها، مش قلنا فيه فولنبيلتي وحد يخش منها. نقطه الضعف دي اوريدي مايكروسوفت كانت عارفاها وسددتها، يعني ايه سددتها؟ عملت باتش خلاص بعد ما ابديت الاس كيو سيرفر بتاعك مفيش مشكله. بس الاكشولي اللي حصل ايه؟ ثلاث ارباع الناس او اغلبيه السيرفرز ما كانوش عاملين باتش، تمام؟ طبعا ده غير خالص في سياسات ناس كتيره جدا ديت وكذا حاجه ثانيه. طبعا لو قعدنا دخلنا في تاريخ السكيورتي مش هنخلص الحقيقه، لكن يعني ديت وكذا حاجه ثانيه غيروا خالص السلوك بتاع موضوع الايه؟
للابديت او الباتشنج بتاعها. مايكروسوفت مثلا غيرت عملت موضوع يوم الثلاث، ما كانش موجود الكلام ده زمان، يعني الباتش تيوزداي دوت اللي هو اليوم الثلاث بتاع الباتشنج تمام بتاع مايكروسوفت، مايكروسوفت اللي هو اللي بينزل فيه الويندوز ابديت، ده ما كانش موجود الحاجات دي زمان. كلها حصلت بسبب الاحداث والمصايب اللي حصلت في النص. Anatomy of a war، وده سيسكو عايزك تعرفه، فركز ايه الاناتومي اوف وور جير. ولكن الوور عندنا بتتكون من ثلاث اجزاء، الانيبلنج فولنبيلتي لسه زي ما قايلين دلوقتي، لسه كان سيرفر كان فيه نقطه ضعف، يبقى لازم فيه نقطه تخليك تخش. انا منزل ويندوز فايرفوكس بتاع دوت فيرجن مش عارف 33، مش عارف هو كام دلوقتي 45 ولا رقم كام دلوقتي، بس رقم كبير. انا منزل فايرفوكس قديم اوكي، معايا جايبه من سنه ولا حاجه. طب حضرتك هم بيابديتوا فايرفوكس ده بس عشان يزودوا فيه خلاص؟ لا، من احد الاسباب بس اللي بيشغلوا شويه ينزلوا فايرفوكس جديد وكروم جديد، لدرجه ان هم بطلوا ينزلوا فيرجنز عاديه. طيب بيوصل بياخد معاهم يعني الفيرجنز الطبيعيه في السوفت وير بيبقى نازل ازاي؟ كانوا بينزلوا كده زمان يعني مثلا 1.1 1.2 ويقعد مشكله لغايه مثلا توصل 2.0 2.1 ولغايه دلوقتي في برامج كتيره شغاله كده، بس البراوزرز تلاقيهم بطلوا يعملوا كده لان هم اكشولي يعني السوفت وير الطبيعي ممكن تقضيته في السنه الجايه 3 4 مرات، ده بيحصل في البراوزر بتاعك ممكن في شهر واحد، يعني ممكن في شهر واحد تلاقي جوجل كروم او فايرفوكس عمل ابديت 3 4 مرات. ده شيء طبيعي ولازم يحصل. يعني فما فيش فيه مشكله. يبقى اذا لو انا عندي البرابيلتي موجوده في الجهاز بتاعي براوزر سوفت وير مخصوص هارد وير مخصوص في نقطه الضعف، يبقى الورم هتدخل نفسها عن طريق البرابيلتي ديت. تاني حاجه لازم تبقى كومبوننت في الورم بروباجيشن، يعني لو مفيش بروباجيشن ما يبقاش اسمها ورم. بروباجيشن يعني هتوزع نفسها، حته اللي هي تتقطع وتنتشر وتنتشر في كل حته، ازاي هتوزع نفسها؟ طبعا في ميكانيزمز كتيره جدا جدا مش هنخش في التفصيل بتاعها، بس هي تقدر توزع نفسها على البيت، تقدر توزع نفسها على اي فلاش درايف يتوصل او دي في دي، حتى لو بتعمل رايتنج دي في دي تقدر توزع نفسها عن طريق انها بطريقه بعض الميكانيزمز ان هي تجيب اكسس للاوتلوك عندك وتبعت لكل الناس اللي عندك في الاي بوكس في الكونتاكت سوري تبعت لهم ايميل. فلازم يبقى في عندها ميكانيزم للايه؟ للانتشار. اخيرا بقى البيلود اللي هو بقى الايه الحقيقي اللي بيحصل، اللي هو انا في الاخر كاتاكر بقى عندي اكسس دلوقتي للهوست دوت اللي عليه الورم، اقدر بقى استخدمه لايه؟ وات ايفر اللي انا عايزه. البيلود ده اللي هو النتيجه النهائيه اللي هتحصل من ايه؟ من الورم انت عايز تستخدمها فين؟ والنهارده يعني يمكن 60 70% من الورمز الهدف بتاعه حاجه واحده، انه ياخد اكسس للجهاز بتاعك ويلاقي، يعني اكشلي ينزل على الجهاز بتاعك وينشر نفسه عادي زي ما قلنا في الخطوه الثانيه، لكن بعد كده ينام ما يعملش اي حاجه تمام. وفي اكشلي منهم اللي اسمهم ايه دلوقتي؟ اي ام تي افتكر اسمهم دلوقتي، اللي هم ادفانسد حاجه اي تي ام، اسمهم اي تي ام تقريبا افتكر لكم اسمهم دلوقتي، اللي هو بينزل على الجهاز بتاعك بيستخبى اوكي بدرجه يعني مش بيستخبى سريع يعني بي اكشلي بي ستيلز بيخبي نفسه بطريقه بطرق كتيره جدا جدا بس هو ما يظهرش اي انتي فايروس بيسكان، ما يعملش اي اكتيفيتي على النتورك. فاهمين الفكره؟ اللي هو حد انا خلاص دخلت نام خالص لفتره طويله يبقى بيخش بعمق شديد جدا ويخبي نفسه بدرجه طويله جدا لفتره طويله لغايه لما تيجي الوقت اللي هو الهاكر محتاج يشغله فيه تمام، بتريجر معين ممكن يعني تريجر مسج تديله او اكشولي زي بعدات، يعني هو مش هيشتغل بيبقى عارف الورم بعد ما نزلت لك ان هي هتشتغل يوم كذا الساعه كذا تبدا تشتغل اوكي. فطبعا دي يعني حاجات معقده جدا ان انت تقدر تحمي نفسك ضدها، فبنحتاج طبعا حاجات يعني هنتكلم عن الكلام ده في الاند بوينت سكيورتي اللي هو الشابتر اللي بنتكلم فيه على الحاجات اللي زي الانتي فايروس والحاجات ديت، فهنتكلم النهارده الانتي فايروس لوحده مش كفايه، هنتكلم عن حاجات بقى زي الادفانس مالوير بروتكشن مثلا بتاع سيسكو، احد السوليوشنز بتاع سيسكو اسمه اي ام بي، هنتكلم عن حاجه اسمها ساند بوكس، هنتكلم عن حاجات كتير عشان خاطر انا ما اقدرش دلوقتي اوقف ديت بالطريقه القديمه بتاعت الانتي فايروس. اوكي؟ فهنتكلم عن الحاجات دي ان شاء الله في الشابتر بتاع ايه الاند بوينت زي ما قلنا. اوكي الورم كومبوننتس جا اكزامبل بس زي ما قلنا الثلاث حاجات بتوعها، فهي دي اسمها كود ريد وورم، دي برضه كانت مشهوره جدا زي سبامر كده، في توب 5 وورمز في التاريخ دي واحده منهم اسمها كود ريد. وكود ريد كانت بتمشي بهذه الطريقه، نمبر 1 بتبروباجيت بتنشر نفسها لمده 19 يوم، نمبر 2 بتلانش دوس اتاك فور ذا نيكست 7 دايز، دوس هو ده لايف سيرفيس اللي هي تهجم على سيرفيس او حاجه معينه، نمبر 3 ستوب اند جو دورمنت بتخش في حاله خمول او نوم لمده ايام، وبعدين ريبيت سايكل تبدا تاني تدخل في تنشر نفسها لمده 19 يوم تهاجم 7 ايام تنام كام يوم وهكذا، دي الايه السايكل بتاعت الوور. في بعض الحاجات الثانيه غير الثلاثه الكبار بقى اللي هم الفيروس والتروجن هورس والوور، فكل الحاجات دي اضافيه زي رانسوم وير، وطبعا ده احد اسوء الحاجات اللي موجوده دلوقتي،
بقى له اعتقد سنتين دلوقتي او ثلاثه داخل في كده، وحاجه جديده ظهرت اللي هي يعني اللي فكر فيها كان شخص شرير للغايه، قال لك هو انا جيت اكسس والكلام ده كله وخدت جهازك بستخدمه دلوقتي في سيرفيس او بسرق منه باسوردات او بعمل فيه مش عارف ايه، طب بسرق منك فلوس انت شخصيا باسهل طريقه ممكنه، من غير بقى بحاول اسرق اليوزر نيم والباسورد بتوع البنك، لا مش هسرق البنك ولا انا بنفسي، انا هسرقك انت شخصيا وانت هتديني فلوس وانت راضي تمام، وانت كمان فوقيهم بوسه ليه؟ هتعمل ايه؟ بص انا مش هدي ده، هنزل على الجهاز بتاعك وطبعا بطريقه ذكيه هدور على الدوكيومنتس اللي موجوده عندك على الجهاز واعمل لها انكربشن تمام؟ انكربشن يعني تشفير، التشفير ده احنا لسه ما درسناهوش بالتفصيل بس لو فاكر ان هي سي سي ان اي بيتم عن طريق الجوريزم معين ومعادله. الالجوريزم كله معروف لكن فاضل سوري المعادله هي الالجوريزم، الالجوريزم ومفتاح، فالالجوريزم او المعادله معروفين لكن فاضل ايه؟ المفتاح. فهو الهاكر معاه المفتاح. خلاص الداتا بتاعت حضرتك اتشفرت وانسى تمام؟ في فيروس اسمه كريبت وول برضه كريبت وول؟ اه ده برضه كريبت كل الداتا دي كده في حاجه طايره لما تعمل صفحه وتجيب لك فيها رقم موبايل بره او ايميل بره ويقول لك قدام لا هو معظمهم بره بيستخدموا اسمه ايه دوت؟ اسمه ايه؟ بيتكوين عشان تدفع بيه اوكي؟ طبعا بيتكوين ده انا ما فيش له وسيله مالي موجوده على الانترنت المفروض ان هي يعني انتريسبل طبعا هي تريسبل كل حاجه في معظم الوقت لكن يعني انتريسبل للعاديين الناس العاديه تريسبل بالنسبه ممكن للحكومات والناس ديت يقدروا يعملوا حاجات معينه مش في كل الوقت يعني المهم ان هي وسيله للدفع يعني صعب جدا انت مش زي شيك ولا زي اي حاجه ثانيه والهاكر او اللي هو الاتاكر اللي نازل الرانسوم وير على الجهاز بتاعك طبعا الكلام ده حصل في مصر حوالينا في 100 مكان انت بتسمع بتخش بس يعني بتخش على فيسبوك تلاقي الناس بتخش على موضوع يا جماعه حولي الشركه عندي الشغل عندي الدنيا باظت وكل الداتا بتاعتنا دي اتشفرت. يقول حاجه ضاعت. لو انت ما عندكش نسخه احتياطيه لو ما بتعملش باك اب ريجولري الحاجه بتاعتك دي ضاعت. اوكي؟ يعني ده اكشلي مثلا كان لسه الشهر اللي فات مجموعه مدارس في كندا كذا مدرسه تحت اداره واحده او حاجه زي كده حصل لهم حاجه زي كده ودفعوا مش عارف ربع مليون دولار. او رقم زي كده اللي هي ما يقدروش يعملوا اي حاجه، الداتا بتاعت المدارس كنا متصورين يعني دي لو ضاعت يعني كل الداتا اللي موجوده بتاعت الطلبه كلهم موجودين، الحسابات كلها بتاعت الطلبه دي وبتاعت المدرسين والموظفين، كل الداتا دي انكريبت متشفره ما تقدرش تقول لي طب ما نكسر التشفير بتاعها يا سلام ما كانش حد طبعا يعني قلت لكم قبل كده التشفير اكشلي النهارده قوي جدا جدا لدرجه ان انت مش هينفع تكسره اوكي؟ لسه يعني لما نتكلم شابتر التشفير هنتكلم حتى الناس خايفه ان التشفير اللي يتكسر من الكوانتم كومبيوتنج الكوانتم كومبيوتنج ده حاجه ان اتس انفسي لسه ما اخترعوهوش يعني لسه اكشلي ما اشتغلش بس الناس بتوع التشفير اخترعوا تشفير ما يكسرهوش الكوانتم كومبيوتنج فاذا يعني ما لقيناش خالص ان حته التشفير يتكسر الكوانتم كومبيوتنج اللي هو بيتكلم في حاجه انا مش فاهم اوكي ده هو النقطه يعني بس هو بيتكلم بطريقه غريبه جدا بيقول لك الطبيعي بالنسبه للكمبيوتر العادي الستيت او الحاله بتاعت اي حاجه هي صفر او واحد. ده اللي احنا دارسينه مع واحد مثلا الباينري صفر او واحد مظبوط؟ فما عندوش غير كده في اي حاجه في الدنيا ما ينفعش عنده كتخزين كبروسيسنج غير صفر او واحد. الكوانتم كومبيوتنج المفروض ان هو يقول لك لا ده انا بالنسبه لي هيبقى مختلف. اكتر من حاله مش صفر او واحد بس. طب ده معناه ايه؟ معناه ان الكومبيوتيشن بتاعه او اي عمليات حسابيه هيعملها هتبقى اسرع بملايين المرات. انا بقول لك انا مش فاهم بس ده النتيجه بتاعته. نتيجه الموضوع انه بدل ما الكمبيوتر العادي بيحسب مثلا في 1 مينت الثاني هيحسب في 1 مايكرو سكند اللي كان بيتحسب في 1 مينت. السوبر كمبيوتر اللي احنا بنقول عليه دلوقتي اقوى كمبيوتر في الدنيا ما يجيش حاجه جنب الايه؟ اضعف كوانتم كمبيوتر بس هم يعملوه. هو الفكره ان هو لسه شغال في موضوع الريسيرش دلوقتي لسه في حاجات كتيره ان هو لسه ايه بيحصل. فاذا زي ما قلت الرانسم وير مش الحل بتاعه ابدا ان انت تي انكريبت في بعض اللي هم الحاجات الضعيفه منه اكشولي ليها يعني ليها بعض الادوات اللي ممكن تعملها بعد ما يحصل انكريبشن يعني في بعض منهم الحاجات اللي هم مثلا تقدر تطلع الكي انت دي فكره يعني الكي مثلا الهاكر بعض الادوات بتاعته اللي هو الكي موجود عندك على جهاز يعني الكي اكشولي موجود على جهاز ففي ناس اذكياء زي بتوع كاسبر سكاي بيقدروا يطلعوا حاجه زي كده بتولز من عندهم لكن زي ما قلت مش هينفع تكسر التشفير بطريقه ان انت تجرب مفاتيح مثلا او تقعد تنشر الحل بتاعه ايه؟ ملوش حل ان هو بعد ما يحصل حتى الان ان هو ولا اعتقد انه هيحصل في المستقبل ان هو له حل بعد ما يحصل، الحل قبل ما يحصل. تمام؟ ده بريفنشن مش ايه؟ مش يعني مش ريكفري. بريفنشن يعني امنع ان هو يحصل كده، ازاي الباك اب بس؟ تمنع ان هو يجي لك؟ لا هيجي لك، خليه يجي ويشفر، بس ما دام انا عامل باك اب يبقى ممكن يضيع منك شغل يوم.
يعني لو انت بتعمل ديلي باك اب يبقى هيعمل لك شغل يوم، بتعمل اورلي باك اب كل ساعه هيعمل لك شغل ساعه، فاهمين القصه؟ سباي وير طبعا حاجه مشهوره جدا بتستخدم هي مع الاد وير اللي بتنشا مع بعض، سباي يعني تجسس، ادي عمليات، الاثنين بيعملوا نفس الحاجه تقريبا بيتجسسوا عليك عشان خاطر يستخدموا المعلومه ديت في حاجه غالبا هو يعملوا لك اعلانات. ايه الاعلانات؟ الاعلانات دي البيزنس الاساسي، جوجل اللي انت شايفه قدامك دي اللي بتكتب بتكسب في السنه ما اعرفش 300 مليار دولار مكسبها كله بيجي منين ولا الدخل بتاعها كله بيجي منين؟ اعلانات. الاعلانات ده بيزنس مش صغير، حاجه يعني ضخمه جدا، فبالتالي دي حاجه اساسيه، تلاقي بوب اب كده بتطلع لك على الموبايل، ودلوقتي طبعا بقت مشهوره على الموبايل، مشهوره على الكمبيوتر عندنا برضه عادي. سكير وير اللي هو حاجه بتخوفك، ده برضه غالبا بيبقى بيطلع لك حاجه مثلا زي يقول لك ايه؟ الحق الجهاز بتاعك احنا عملنا له فحص كده، يعني سوفت وير ايه؟ احنا عملنا له فحص ولقينا عليه 150,000 فيروس. طبعا يعني الاكشن اللي بيقول لك كده بيقول لك داونلود الانتي فيروس هو اكشلي الفيروس او هو اكشلي السوفت وير المال وير بتاعنا هو بيقول لك كده. فيشنج ده قصه كبيره جدا ايه لوحدها هنتكلم عنها، بس فيشنج اللي هو اقناعك ان انت تقول معلومات المفروض ما تقولهاش، اوكي؟ وفيشنج طبعا هي كده بي اتش مش اف، تمام؟ زي مثلا يجي لك ايميل يقول لك اوكي ده الايميل ده من البنك والبنك بيقول ان حصلت اكتيفيتي غريبه على الحساب بتاعك، لو سمحت عشان تاكد ان انت هو انت وتشوف الاكتيفيتي ديت دوس على اللينك دي. هتدوس على اللينك دي هيفتح لك موقع البنك، تقوم جاي انت مدخل المعلومات بتاعتك ايه؟ بتاعت البنك، تمام؟ يخش بالظبط، هو بيميكس كذا حاجه مع بعض، ومعظم الاتاكس الجديده دلوقتي بتميكس كذا حاجه مع بعض، يعني ايه؟ بتميكس فيشنج مع سبوفنج مع سوشيال انجينيرنج مع مش عارف مان ان ذا ميدل، كل الحاجات اللي انا قلتها الغريبه، التعريفات الغريبه اللي انت قلناها دي كلها اللي لازم تعود نفسك تبقى فاميليار بيها، لكن بيميكس كل الكلام ده كله عشان يحصل الاكل اللي هو عايزه، يعني هو الهاكر عشان برضه انت لما تيجي تتعلم ما تقولش بعد كده احنا دي ما خدتهاش او ما اتعلمتهاش، الهاكر ملوش دعوه بالتقسيمات بتاعتنا دي، احنا بنحاول نفهم الحاجه ونفنطها كده عشان نعرف نتعامل معاها. لكن هو بالنسبه له ايه؟ اي اداه موجوده قدامه هيستغلها، ما يفرقش معايا دي سكينه وده مسدس، تعمل دي سكينه مع مسدس؟ اه سكينه مع مسدس، تمام؟ عشان خاطر اوصل اللي انا عايزه ده هيوصلني. فطبعا الفيشنج ده مشهور جدا جدا، واحد من اسوء الحاجات اللي بتحصل، اشهر التاكس اللي موجوده عندنا. هنتكلم عنه تاني زي ما قلت. الروت كاس كنا لسه متكلمين عنها فمش هنعيد تاني، بس طبعا من اغلس الحاجات اللي انت تشيلها من الجهاز بتاعك ساعات في الكار بتطلع له الروت كاس انك اكشلي تفورمات الهارد درايف وتوايد الهارد درايف عشان شاب. نتورك تاكس بقى كتقسيم بالنسبه لنا، يعني ده فيديو ظريف مش عارف هيشتغل على النتورك عندنا الانيميشن عندكم ولا لا، فقولوا لي ايه لو اشتغل. هو يعني حاجه عبيطه مش وهمه، بس ايه الفكره ان هو بيحاول يجمع الكلام اللي احنا قلناه دلوقتي بيحصل عندكم انيميشن، تمام؟ زي ما انتم شايفين عمال يجيب اسماء الحاجات اللي انا بدور الصوم فوق بعض. يعني انا بعد كل الكلام اللي انا قلته لك ده انت المفروض يبقى دماغك عامله كده دلوقتي، تمام؟ يعني انا في الساعة اللي جينا بس نص ساعة اللي فاتت دي قمت كمية تعريفات وأسماء حاجات رهيب. فطبعا وبعدين بيقول لك هاو دو اي بريك اول اوف ذيس، ازاي منظم الحاجات دي كلها كاتيجرايز باي ايه نتورك. كده قلت لك احنا بنقسمهم لينا احنا نقدر احنا نفهم واحنا نقدر ايه نظبط الموضوع. فالتقسيمة الكبيرة هم الثلاثة دول ريكونسنس اكسس ودنايل اوف سيرفيس، اوكي؟ ده الهدف بتاعه ايه؟ فاذا هتشوف الثلاثه دول ريكونسنس اكسس، فاذا الاتاك كلهم بيخشوا هنا ده اسمه كذا ده اسمه كذا ده اسمه كذا، لازم في الاخر هتلاقيه غالبا واحد من الثلاثه دول. تعال نشوف ايه هو ريكونسنس اللي هو الاستطلاع، وده معناه ان انا بستطلع او بجمع معلومات. ممكن في المرحله دي الهاكر ما بيعملش اي حاجه اكشلي تضرك، ما بيعملش اي حاجه ضد القانون حتى، انه بيجمع معلومات بس. قلنا قبل كده في ايام السي سي ان اي لما جت سيره الحته ديت ان هي عامل زي الناس اللي عايزه تسرق بنك، فبتخش تقعد تلف حوالين البنك تقعد تراقب البنك. ممكن ما يبقاش ده ضد القانون، ممكن لو دخلت جوه البنك وصورت بكاميرا يبقى ضد القانون مثلا، بس فاهمين القصه؟ واصل دلوقتي بتعمل حاجات لسه ما ارتكبتش الجريمه نفسها. طب ده نعمله ازاي في الكمبيوترز عندنا؟ اول حاجه انترنت انفورميشن كويريز، تقدر تستطلع اي اي بي ادرس في الانترنت تبع مين او العكس، مين عايز تجيب اي بي ادرس بتاع حد. البابليك اي بي ادرس سبيس عندنا معروف، فاذا مثلا الكومباني او الشركه بتاعتك واخده مجموعه اي بي ادرس تبقى متسجل على الانترنت نفسها الاي بي ادرس دي تبع شركه، ده جزء زي ما تقول انا عايز اعرف عنوان شركه هنا، عايز اعرف عنوان شركه في المفروض. اكيد لازم هيخبوه، ما ينفعش يخبوه، تمام؟ طب بعد ما جبت الاي بي ادرس اعمل حاجه اسمها بينج سويب، تمام؟ ازاي؟ هتسكان الاي بي ادرس دي تشوف مين فيهم اللي هيرد عليك وبيرد عليك يقول لك اوكي ولا بيرد لك ايه بالظبط، عشان خاطر تعرف الاي بي ادرس دي نازله على ايه، ممكن يكون في اي بي ادرس منهم نازل على راوتر. ايه ممكن تحتاج
نازل على فاير وول لا غالبا يعني مش هاجي ناحيته ده نازل على سيرفر اي بقى نازل واحد سيرفر ده حبيبي ده انا غالبا ايه هشتغل عليه معلش البيج سويتس ده بالظبط بجيب مثلا اكتشفت ان انت عندك الشركه بتاعتك شاريه 10 اي بادس او 100 اي بادس بعمل بنج على 10 ده انا جوجل بنج على 10 يرد عليك خمسه بس غلط لو في خمسه تانيين الشركه شاريها بتعمل بيهم بات اللي هو النت فمش مفيش عمره ما هيرد عليك النت او البات ده مش اكشوال اي بادس البورت سكان البورت سكان عندنا ان انا بقى بعد ما عرفت الخمسه اي بي ادريسز دول اللي اكتشفتهم اعمل سكان انا اديك دلوقتي في اللور بارت مثلا عارف مثلا كل اي بي بتاعتها بقى روتر او فايل ما ده الخطوه دي بقى الخطوه دي هي ان البنج هنا رد عليا وبس الخطوه اللي بعد كده بورت سكان هو اللي هيوصل لي ايه الجهاز دوت لان هعرف بالبورتس اللي مفتوحه تمام فبالتالي اي بورت مفتوحه هتعرفني مين السيرفيس اللي شغال عليه فاذا لو مثلا بورت 80 مفتوحه يبقى دوت سيرفر لو بورت 22 مفتوحه يبقى اس اس اتش اوكي فاذا طب وبعدين وانا هعرف هعرف بعد كده معلومات ثانيه كتير الاير ماب بقى مثلا السوفت وير اللي عليه زي الاير ماب بيقدر يجيب لك معلومات كتيرة جدا مش بس ان هو شغال اس اس اتش مثلا لا اكشولي ايه اس اس فيرجن اس اس اتش فيرجن اللي شغال بيها مين السوفت وير السيرفر اللي كان اس اتش يعني مثلا مين اللي بلاش اس اتش خلينا في المشهور اتش تي تي بي مين اشهر اتش تي بي سيرفر؟ اي اس لان معلوماتي كلها احنا في مرحله تجميع معلومات هستخدمها في المرحله اللي بعديها لان لو عرفت ان هو 2.0 مثلا و2.0 دوت لو فالنربيلتي معروفه لو نقطه معروفه اللي هيبقى اقدر اخش له منها طب خلاص كل فيرجن ليه كل فيرجن كل حاجه بتبقى موجوده بيبقى لها ايه الفالنربيلتي بتاعتها واكشن هتلاقي في سلايد هتلاقي في موقعين كده بتقدر تخش عليهم سيرش الايه زي داتا بيس كده فالنربيلتي داتا بيس موجوده في الحاجات اللي موجوده اللي اعرفه انه بيبعت له باك ات اتش تي تي بي يصدق يشوف الريبلاي بتاعها لو مردش هو لازم يشغل اتش تي تي بي ما هو انا الفكره نفسها انا الادوات دي بقت معقده جدا دلوقتي وبقت ما شاء الله تقدر تعمل حاجات كتيره قوي قوي فزمان كانت اللي هي مجرد بتعمل ايه؟ بتعمل مسج فاضيه بس رايحه الديستنيشن بورت كام 22 او 80 فبيرد عليها تمام هي سيرفيس موجوده بترد لو سيرفيس مش موجوده او مقفوله بيرد برضه بس بيقول لك حاجه بيرد اللي هو الاسك اللي هو الاسك والاي كي اللي هو الاي سكين والاي كي صح بالظبط تمام فاذا انا بمشي معاك انا دلوقتي بشوف هيكمل معايا ولا لا هل هيبعت لي مثلا بعت سامي وجاي وبعت لي سين اك تمام ولا هبعت له سامي وجاي عامل ريسيت تمام حاجه اسمها ريسيت في سي بي ده معناه ان هو مش شغال امشي معاه ولو لقيته رد عليا لا اقدر اخش بقى زي ما تفاصيل اكتر زي ما قلنا عليها بتاعت ان انا اجيب اباتشي واعرف انه اباتشي نازل على ويندوز سيرفر ولا نازل على لينكس سيرفر ممكن يبقى اباتشي نازل على ويندوز سيرفر 2008 تعالى بقى تعالى انت اباتشي فيرجن قديم ونازل على ويندوز سيرفر 2008 قديم فاهمين الفكره؟ اقدر اكتشف ان ايه المعلومات دي كلها هو ريكونسنس جاذرينج انفورميشن في مرحله ثانيه هنشوفها بعد كده المفروض باخد الانفورميشن دي اعمل حاجه اسمها انيميوريشن يعني دي سيكشن انا ضايفه هنا ومش موجود في المنهج اسمه ثينك لايك هاكر ده اصلا متاخد من سي اتش تقريبا بس يعني هنبص عليه ساعتها ثينك لايك هاكر اخر حاجه تقدر تعملها لو قدرت تعملها هي باكيت سنيفر بس دي غالبا صعبه لان باكيت سنيفر لازم اكون اكشلي فيد نتورك عشان اقدر اسنيف باكيت او كابشر باكيت لازم اكون جوه الايه النتورك نفسها فبالتالي بتبقى صعبه شويه ادي امثله اهو وطريقة الانفورميشن كويس ازاي تعملها عن طريق تولز زي روبيز وان اس لوكر البيج سويبس طبعا عندنا طرق كتيره جدا بيج سويب او اي سي بي سويب والباكيت سنيفر احنا قلنا كل دول يبقى اول مرحله ما عملتش فيها حاجه جمعت معلومات بس ودي اول يعني ايه نوع من انواع التاكس بنسميه ريكونسنس خلي بالك رغم ان هو ممكن تقول لي طب هو كده ما عملتش حاجه تضرني بس مش معنى كده لا هتوقف يعني الفاير وول عندنا لو لقى ديفايس اي بي معين بيسكان على الاي بي عندنا بالطريقه اللي انا قلتها لكم دي وعمال يعني انت بتبعت كلمته على بورت 22 وكلمته على بورت 23 وكلمته على بورت 80 وكلمته تعالى ايه اللي انت بتعمله ده؟ تمام؟ ما ينفعش اوكي فده بنسميه سيجنتشر ده بيهيفير كده او سلوك معين له سيجنتشر موجود عند الفاير وول النكست جنريشن فاير وول عشان ما الخبطش ولا تعالى ده انت كده مش صح انت كده في حاجه وبالتالي هوقفك اقدر ايه اوقفك زي ما هتشوف الشابتر بتاع الاي بي اس تمام؟ حتى لو بيبعت بايبلاين مختلفه حتى لو بيبعت بابيات مختلفه بس حسب هو يعني الرينج بتاعه ايه برضه مفيش حاجه بيرفكت ف
فاهم قصدي ازاي؟ بس حسب الفايل الفكره كلها ان انا يعني اقدر اعمل اكتر من حاجه عشان خاطر احمي نفسي من هذا الموضوع. اوكي؟ حاجات كتير يعني. زي ما هو برضه بيقول عليها كتير انا اقدر اعمل حاجات كتير بس هنتكلم عليها كل حاجه في حلقه. اوكي؟ انا بقيت الشابترز بتاعتنا كلها ايه؟ هتكلم نفس ازاي احمي الشابتر 2 على طول ازاي احمي الراوتر والسويتش بتاعي وبعدين بعد كده نتكلم ازاي اعمل الفاير وول ازاي اعمل الاي بي اس ازاي اعمل الفي بي ان ازاي اعمل اللان اللي هو السويتش والبورت سكيورتي والحاجات دي فكل ده بنتكلم على الكلام ده كله بس ازاي احمي نفسي ضد بالعكس ضد بالعكس تاني نوع من الاتاكس هم ثلاثه الكونسنس كان اول واحد تاني نوع الاكسس انا عايز اجين اكسس عندي وطبعا بيقول لك عندنا كتير جدا جدا انواع مختلفه زي باسورد اتاكس جبنا نظريتها اوريدي فمش هنعيدها تاني بروت فورس روجن هوست سبوفن سنيفرز كل الادوات اللي انت ممكن ايه تستخدمها ده هنا لوك كراك اهو لو حد شافه قبل كده بتستخدم ديكشنري معينه شايفين ديكشنري دي كده اوكي وتقدر تعمل كمان ديكشنري سلاش بروت فورس هايبريد كراك شفت الحاجه الجميله دي بتعمل ميكس ما بين طريقتين الديكشنري اللي هي بتستخدم لسته من الباسوردات والبروت فورس اللي هو بيجرب بالايه بالعقل ايه البروت فورس معناه ايه؟ تقعد تجرب كل الاحتمالات في الدنيا كانه بيعيد شابتر 11 بس انا سمعت ان الانكريبشن ده البي 5 ما بيرجعش يعني لو انا معايا حاجه انكريبت ما برجعهاش انا بكوبي ما بينها وما بين حاجات معموله لا ما بص البي 5 اكشلي از نوت انكريبشن اوكي بس انكريبشن من ناحيه الراوتيرات هو يعتبر تابع عيله الانكريبشن بس هو مش انكريبشن هو هاشنج او انتجريتي تشيك اوكي بمعنى ان انا بدخل الداتا اوكي وبيطلع لها حاجه اسمها سيجنتشر بس السيجنتشر ده مش هو اكشلي الداتا فاهم الفكره ازاي؟ فما اقدرش اخد انا الهاش بتاعك بتاع انتي 5 وارجع منه الداتا غير الانكربشن مثلا اللي بتعمله زي في الواي فاي لو انت بتبص بداخل على نتورك واي فاي بيحصل انكربشن عن طريق حاجه اسمها اي اس فاست انكربشن سيستم لا ده اكشلي انكربشن فانا لو مسكت الداتا في الهواء سهل جدا تمسك الداتا في الهواء اللي هي ماشيه في الوايرلس امسكها بس لو هي انكربتد استحاله تقدر تكسرها لو عرفت الطريقه اللي ما تكسرها معناها ان انت فكيت الداتا ورجعتها للاصل بتاعها تمام ودي فرق في الفانكشننج بتاعنا ما بين الهاشنج فانكشن زي ام دي 5 وشا وبين الانكربشن فانكشن زي ديز وتربل ديز واي اس وار اس اي والحاجات اللي كتير الناس عارفها زي ما عندنا شابتر كامل انا محاضره كامله تقريبا بنتكلم بس على الانكربشن اوكي والانواع المختلفه بتاعته الهاش غير بالظبط الهاشنج غير الانكربشن الفرق ما بين دوت وما بين دوت ده بيعمل ايه وده بيعمل ايه وازاي بنستخدم ده وازاي بنستخدم ده حاجه اساسيه في البي بي ان عندنا ان شاء الله. اوكي يبقى كانوا بنقول على البروت فورس مفهوم البروت فورس معناه ايه؟ تقعد تجرب كل فاكرين المره اللي فاتت بتطلع بالباسورد كبير قد كده ليه؟ عشان تعمل نفسك ضد البروت فورس اوكي؟ البروت فورس بتجرب احتمالات. الموضوع بسيط جدا من غير باسوردات خلينا نفكر ما دام جبنا سيره الانكربشن، الانكربشن بيبقى له مفتاح. المفتاح مثلا بتاع اي اس كام؟ 128 بت تمام؟ 128 بت بسيطه خالص اهو. لو انا الحاجه بتاعتي 128 بت يبقى اوكي 2 اس 128 تمام؟ فين الرقم؟ هو طبعا مش الرقم اللي هو ما قدرش يجيبه كله شايفين البتاع ده ده الاحتمالات المتاحه ل 2 اس 128 انا لما عملت مره بس كده بيعمل ايه؟ بيحول يعني بجيب 8 8 احتمالات ما بين رقم وكابيتال وسكول حرف الاي بس تجي 100,000 رقم كده يعني عشان تجرب شغل داخل داخل في حاجه مليون داخل في 3 4 مليون ده حرف الايه ده 8 كاركتر بس يعني هي الفكره دلوقتي ان انت البروت فورس ده اخر حاجه بيرجع لها هاك عشان تبقى عارف البروت فورس ده مش هو ما بيفضلش كده هو بيفضل يستخدم السوشيال انجينيرنج الجيسنج زي ما قلنا ان هو يخمس تاريخ ميلادك ويعرف عربيتك موديلها ايه والكلب بتاعك اسمه ايه والحاجات الظريفه ديت زائد ان هو يستخدم الدكشنري اتاكس اللي هو مش عايز اقول لك يعني سهله قد ايه والناس كتيره جدا بتستخدمه تمام التوب 10 يوز باسوردز مثلا طبعا مشكله ومأساه لكن في الاخر تمام اخر حاجه يرجع ليها هي البوت فورس اللي هي بتاخد وقت طويل جدا جدا عشان ايه تقدر تنجح ده لو نجحت اساسا وانت اكشلي عامل ايه حاجه قويه رغم ان هم برضه عندهم حصل تطور في هذا الموضوع من الناحيه الثانيه وهو التطور بتاع الجرافيك كاردز تمام الجرافيكس كاردز بتاعتنا جواها دلوقتي جي بي يو في سي بي يو اللي هو جوه المذر بورد اللي هو الكمبيوتر وفي حاجه اسمها جي بي يو او جرافيك بروسيسنج يونت ده موجود جوه كارت الشاشه زي ما احنا بنسميها بس طبعا كارتات الشاشه الحديثه اللي هي بتاعت الجيمز وال 3 دي والحاجات دي كلها بالظبط بتعمل حاجه اسمها بارلل بروسيسنج يعني السي بي يو العادي ما بيشتغلش كده الجي بي يو بيشتغل بالطريقه دي اللي هي تقدر تبروسس حاجات كتيره في نفس الوقت اللي هي المفروض الجيمز وال 3 دي بتشتغل بهذه الطريقه طبعا يعني انا مش عارف الديتيلز انا مواضيع تكنيكال قوي بالنسبه لي لكن دي ده اللي بيحصل فاكشولي الهاكرز دلوقتي يقول لك ايه مثلا بتخش على الموقع بتاع الهاكر يقول لك بص
لو الباسورد مش عارف مثلا ايه سيرت كاركترز وداخل فيها مش عارف ايه وانت بتجرب بكمبيوتر عادي بروسيسور كور اي 7 مثلا يعني هتاخد منك اسبوع. لو معاك جي بي يو انفيديا 1080 جديد هتاخد منك يوم. تنكر دي جيت لو معاكش بيقعدوا يحسبوها ويقول لك سؤال قد ايه. تاخد منك 3 دولار وتاخد منك اللي هي بتاع اكسامبل اللي هي هو دلوقتي حته اللي هو بقى اسمها يعني في دلوقتي اللي هو البيزنس بتاع الموضوع فيه اكتر من طريقه زي ما هو احمد بيقول ان انت اكشلي تقدر تديهم فلوس وهم يكسروا لك الحاجه دي هم يقعدوا يحاولوا بيها ويكسروها وطبعا هم اكشلي مش حتى بيستخدموا الكمبيوترز بتاعتهم عشان يكسروها بيستخدموا الكمبيوترز بتاعت ناس تانيه عشان يكسروها. في طبعا اللي هي اسمها مال وير از سيرفيس بقى احنا لسه مخلصين المال وير يعني ايه مال وير از سيرفيس؟ بتدي حد فلوس يكتب لك مال وير مخصوص ليك انت عشان تستخدمه وانت تهاجم بيه حد. اوكي؟ ب 100 دولار في الهند ب 100 دولار اي عيل صغير ببلاش اي حاجه ب 100 دولار على اي سكريبت ب 100 دولار اه والله ببلاش. كل حاجه دلوقتي موجوده بقت ايه كبزنس لما يجي نتكلم على دراج اب سيرفيس برضه او ديستريبيوتد دراج اب سيرفيس هتلاقي ده حاجه اساسيه ايه في الشغل بتاعك. طيب في حاجه ثانيه برضه في الاكسس اسمها تراست اكسبلويتيشن او استغلال الثقه ودي حاجه مشهوره جدا ان انت لو في جهاز معين حبيب كويس جدا مثلا سيرفر داخلي عندك في الشركه والسيرفر ده انت مش عايز اي حد يخش عليه من بره فانت قايل لهم ممنوع الدخول على السيرفر ده من بره فاذا استحاله كده راجل هاكر يوصل له صح. طب يعمل ايه هو؟ يخش على سيرفر تاني انت فاتحه بره زي الويب سيرفر مثلا دوت وبعدين بما ان الويب سيرفر ده يعتبر جوه عندك مش بره وانت مش مظبط الدنيا صح هو لو هاك الويب سيرفر او هاك الديفايس ايا كان يقدر يخش منه يستغل ان الجهاز اللي جوه بيثق في الويب سيرفر. طبعا دي احد الحاجات المشهوره بتاعتنا من زمان اللي خلتنا نعمل حاجه اسمها الدي ام زي ما نيجيش ان شاء الله الفاير وول هنكتشف ان احنا بنقسم الشبكه بتاعتنا لثلاث اجزاء. طب زمان بنقسمهم اثنين بس انسايد واوتسايد انسايد اللي هو جوه واوتسايد اللي هو النت اللي هو بره. لا زودنا حته اسمها دي ام زي او دي ميلتريز زون مخصوصه عشان خاطر حاجه زي كده نحط فيها الدي ام زي دي اي سيرفرات الناس بتخش عليها من بره زي الويب سيرفر اوكي عشان ننظم الدنيا. عارف لسه مش واضحه دلوقتي بس هنتكلم عنها بالتفصيل في الشبكه بتاع ايه الفاير وول. فأي مثال للتراست اكسبلويتيشن زي ما بقول لكم الهاكر هنا اهو اوكي عايز يجيب اكسس لده سوري هنا اللي هو الانسايد هوست والهاكر هنا ممنوع ان هو يكلمه يعني هنا الراجل دوت فين المارك هنا دوت اوكي يعني انا دلوقتي كده عايز اخش هنا كده الفاير وول ده رمز الفاير وول لو مشفتوش قبل كده احد رموز الفاير وول القديم يعني ايام بتاع سيسكو كان اسمه اكس بي اي اكس اوكي بس هي كده يعني ده كان انا دلوقتي كفاير وول بمنعه ان هو يعمل كده. طيب اسمح له يخش كده؟ اه اسمح له يخش كده. اشمعنى؟ عشان ده جهاز الدي ام زي دوت يعني ويب سيرفر مثلا مسموح للناس ان هم يخشوا عليه من بره. فهو يكمبرومايز ده وبعدين يلف من ده يجي لده. فاهمين القصه؟ فاذا طبعا انا لما اعزلهم دلوقتي كده عن بعض زي ما انتم شايفين هقدر بقى في الفاير وول الجديد النهارده زي ما هنشوف ان في الكلام من ده هيبقى ايه؟ محدود. يبقى مش اي حاجه تعدي يعني ملوش شروط بتاعته رغم ان هما الاثنين عندك في الشركه يعني ممكن الجهاز ده كده فرقت والجهاز ده فوقيه يعني الجهازين دول فوق بعض منهم 5 سم اوكي بس هما مش موصلين على ديفرنت ايه بورتس او انترفيسز فين في الفاير وول. مانج ذا ميدل اتاكس احنا برضه كل ده لسه في الاكسس كل ده في الدخول. مانج ذا ميدل زي ما قلنا ان هو يحط نفسه في النص الفيكتيم هنا مثلا 10 مثال كنا بنقوله الفيكتيم جاله ايميل الايميل فتحه عشان يخش على الموقع مثلا بتاع البنك بس بدل ما يخش على موقع البنك راح لمين؟ راح للاستاذ البلاك هات بتاعنا دوت ودخل على الجهاز بتاعه طبعا اكشلي هو هياخد الداتا بتاعتك ويبعتها للسيرفر وياخد الرد بتاع السيرفر ويديهولك فانت فاكر لسه بتكلم السيرفر والسيرفر فاكر ان هو بيكلمك بس الحقيقه انتوا الاثنين بتكلموا مين؟ الهاكر اوكي حط نفسه في النص مان ان ذا ميدل في منه اللي هو اسمه ايه؟ مان ان ذا براوزر هذا مان ان ذا ميدل؟ يس مان ان ذا براوزر ايه مان ان ذا براوزر ده اللي هو بيقول لك الكلام ده عشان يحصل غالبا الراجل ده الهاكر ده لازم زي ما قلنا انت تدوس لينك في الايميل او يبقى عامل اتاك معين سبوفينج او حاجه زي كده البراوزر بقى مان ان ذا براوزر ده هو حط نفسه في النص ازاي؟ حط نفسه على البراوزر بتاعك اللي هو انفكتد البراوزر بتاعك لو انت البراوزر بتاعك انفكتد خلاص وغالبا بيعملوها في الفيس فيسبوك في الفيسبوك بيعمل ايه؟ بيخش على صفحه المفتاح في الفيسبوك عادي وياخد الجروب ال اتش تي ام ال اللي راجع السيرفر لما بيبقى ال اتش بي بيبعته لك على هيئه اتش تي ام ال ياخد الجروب ال اتش تي ام ال ده ويحط الفايل دوت اتش تي ام ال دوت دوت اتش تي ام ال وبيشوف المفروض الفورم اللي بيلوج ان فيها بتاع اليوزر نيم والباسورد دي بتروح لصفحه بي اتش بي يروح عامل سكريبت بي اتش بي يقول له ايه لما يجي لك لما تجي لك داتا من الصفحه ديت
بالفورم خدها ابعتها لك خدها اعمل ريدايركت على الفيسبوك واعملها وكاريت فايل في اللوكال اكتب فيه الداتا ديت خلاص هو كده بقى حط نفسه في النص وانت رايح بينك وبين الفيسبوك انت بس بيجيلك يو ار ال 10 حاجات طبعا يعني مش امبارح كنا بنقول على مين المغرب المره اللي فاتت كنا بنقول على المغرب المغرب صح فال 10 حاجات اللي بيعملوها الاخوه اللي في الشمال افريقيا عامه يعني او مشهور بعض الهاكينج المشهور عندهم الحاجه دي اللي هو الهاكينج بتاع الاكونتس بتاعت فيسبوك وبعدين برضه بيحصل نفس الكلام اللي هو ايه اوكي طب انا خدت الاكونت بتاعك يساومك على الاكونت بتاعك عشان تدفع الفلوس ويرجعهولك ومثلا يوريك ان هو بيقدر يعمله او مثلا يبعت لكل بتاع دوت اصدقائك مثلا تمام حاجات خادشه للحياه زي ما احنا بنقول برضه كل الاصدقاء اللي عندك كده يبعت لهم حاجه زي كده طبعا انت هتتجنن ايه والناس بقى اللي على فيسبوك حاجه اساسيه بالنسبه للايه للحياه بتاعتهم ادفع فلوس ولا ايه اظبط لك كل حاجه والله بتعمل بدل زي بدل بس البدل زي بدل في اللوكال بيتمسك ما هو حسب احنا ممكن بدل ده بدل يبقى موجود معانا في الشبكه زي ما قلنا بقى التاكس تحصل في الشبكه وده كان معانا في الشرطه لتحليل التاكس في بدل ده بدل ممكن يحصل عن طريق ان هو فيشنج تمام التاكس حاجات كتيره جدا ويندوز 8 بيمسك البدل ده بدل من غير انت بقى اصلا ولا اي حاجه لا ويندوز 8 جواه مش هو جواه انت مال وير وحدث فايروس وفاير وول كلهم بيلت ان اللي هو ويندوز 8 مايكروسوفت حقيقه يعني طورت نفسها جامد على ايام زمان وقالت لك خلاص يعني زمان كان يعني حتى الناس بيقولوا لا ده المفروض مايكروسوفت ما تنزلش انتي فايروس او انتي مال وير عشان خاطر ما تنافسش الشركات اللي هي زي ماكافي ودكتور والناس ديت لكن طبعا مايكروسوفت قالت لا والكلام دوت انا مش بنزله فلوس ده بينزل بلاش وده جزء من الاوبريتنج سيستم في اتاكس ثانيه برضه مشهوره مش كده ما بتاعش اقبال زي مثلا دوت ايه دوت؟ دوت كوم صح؟ لا ده مش تويتر بدل تي دبليو تي في بي بدل تي دبليو تي في بي برضه جالك ايميل ايميل جاي من تويتر وشكله من تويتر ومكتوب فيه تويتر ولما تدوس على اللينك انت زي ده فانت بتقول ايه لا ده انا قبل ما ادوس على اللينك دي اتاكد ان هي تويتر العين البشريه بتاعتنا متعوده ان هي بتكمل اي حاجه فاضيه على حسب توقعاتها ايه الفكره؟ يعني انت مثلا بالانجلش بتعود تشوف محمد تعود تشوف اسم محمد بالانجلش ام او اتش اي ام اي دي احمد نفس الكلام الناس بره لا فاهمين قصدي ايه؟ فلو حد كاتب محمد غلط او كاتبها دبل ام او مش هتفرق معاك انت بتكمل وقريته خلاص محمد ليه قريته محمد؟ بره مثلا مش هيعرف يعمل حاجه زي كده ان هو مش متعود على ايه؟ على حاجه زي كده فنفس الكلام كلنا متعودين على حاجه زي كده ده تويتر لا ده مش تويتر اوكي طبعا بقى خد كل الكلام ده قياسات على حاجات كتير قوي قوي جوجل تمام او جوجل بتحاول توقف على قد ما كانت طبعا زي كده الفيسبوك انك تزود هو او تشيل هو تزود بيحاولوا يشتروا كل الدومينز اللي هي كلها الشركات الكبيره كلهم طبعا بيحاولوا يدوروا عشان يوقفوا الموضوع ده ما يقدر بس يعني مش كل حاجه طبعا بيقدروا يوقفوها يبقى ده انت ماله تمام اتكلمنا عليه في بقى التاج مشهور جدا جدا وعند بعض من 10 للتاكس اللي بتحصل خصوصا مثلا في اللاين اوف سيرفيس او في الاكسس اللي هو اسمه بافر اوفر فلو البافر اوفر فلو دوت عباره عن تاج كل عندنا يعني سوفت وير او حاجه او سيرفيس او حاجه شغاله على اي جهاز بيبقى ليها جزء من الميموري مخصوص بتاعها بيبقى اسمه البافر بيقول لك الهاكر بيكسبلويت البافر ميموري واوفر ويلمز ات ويز انكسبكتد فاليوز اوكي يعني الجزء بتاعي انا بعمل له اوفر ويلم او بزود عليه لدرجه كبيره جدا لدرجه ان انا بسبب له سلوك غريب تمام سلوك غريب ده ممكن يخليني اجين اكسس الجهاز يعني مثلا في بعض الويب سيرفرز زي اباتشي وكل كده بقى وحاجات زي كده البفر اوفر فلو التاك اللي كان ممكن يحصل بيخليك تجين روت اكسس للسيرفر شوف ازاي تملى البفرز بتاعه التاك معين فمش السيرفر يقع لا السيرفر يديك اكسس يخليك تقدر تخش اكسس له روت اكسس اللي هو زي ادمنستريتور تمام في مثلا واحد مشهور في الحقيقه ان هو اي ثينك ان هو باتش دلوقتي الراوترات العاديه لو انت عملت عليها بنت مثلا من 60 70 واحده ما بيجيناش دي واللي حط بقى يوزر نيم وباسورد ده هتفتح بقى اكيد طبعا لو بتاعت دي داتا والحاجات دي تفتح لك مثلا 30 40 سلايس مكتوب فيها البنت داش دي وتسيبهم كده ربع ساعه ولا حاجه ويكتب اي يوزر نيم وباسورد ده تفتح ونخش غير اليوزر نيم وباسورد هو عادي جدا بص طبعا هنا ده من 2008 حاجه قديمه جدا جدا
وبعدين هنا بيقول لك اوكي ريبوتنج اي نيد الشركه اللي بقول لك هدوكم ريسيرش كانت معايا المره اللي فاتت ريبوتنج الاوتبوت فروم يوزر مود. عارفين يوزر مود؟ لو انا بزعق من بينه طبعا يقول لك ما فيش يعني ما تقدرش تعمل منه حاجه صح؟ يقول لك اوكي طب ايه القصه؟ راح قال لك مثلا اكتب اي حاجه دي تايبس ايه؟ تايبس ايه مثلا؟ حاجه زي كده شو فيرجن انكلود مش عارف ايه كذا 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 او شو اي بي بي جي بي ريد اكسبريس كذا. طب هقول لكم ايه عشان طبعا ما درسناش الكلام ده في ال سي سي اي فخليني اخد النقطه ومتاكد سوري مش عايز شو مش عايز كوبي نوت باد اوكي واضح هنا مكتوب هنا شو فيرجن بتاع الكاركتر دي خدناها وانكلود خدناها تمام. انا بقول له فلتر طلع لي شو فيرجن وطلع لي اللي بعد انكلود دوت ده فلترنج ده امر شو شو ما بتقدر تعمل فيه صح اللي احنا ما خدناهوش قبل كده الحاجات الغريبه دي طبعا سيبك من دي مش موجوده ايه الكلام الغريب اللي طلع هنا ده بنسميه ريجولار اكسبريشن اوكي ده مش هتدرسه يعني غير كده هتشوفه في سي سي ام بي لا ممكن اوكي جزء من دي من 09 ايه الكلام ريجولار اكسبريشن ده بيقول له هات لي حاجه معينه بس بكذا طريقه يعني فلتر ده بيقول له فلتر لي من 09 كنت بتدي بيه هم بين قوسين ودي اندر سكور ودي فاهمين الفكره معناها ايه يعني رموز العلامات زي النجمه زي ديت زي زائد كل واحد منهم له معنى له معنى مختلف فاكر كده لو عمرك عملت سيرش في ويندوز عملت سيرش كده بس تقول له كده اهو اوكي مثلا دي او سي عملت سيرش سيرش عادي جوه الكمبيوتر بتاعك يعني نجمه دوت دي او سي اي حاجه بتبتدي مش مهم بايه بس بتبتدي بالابتداء بتاعها دي او سي ده اسمه ريجولار اكسبريشن كان موجود ايام دوس طبعا لو درست لينكس هتعيش فيه لكن موجود عندنا في الراوتر بتاع سيستم فقال لك الراجل هنا الكلام ده في 2008 اللي خلي بالك بس اه كتب كده the router crashes and all is good this is what يعني ايه اللي حصل؟ الراوتر هيعمل ريبوت هيعمل هنا ايه؟ ريبوت الراوتر انت في اليوزر مود خليت الراوتر ايه؟ يريبوت فطبعا الراجل اللي انا جايبها كان لهدف يعني نبيل بيقول لك he needed to remotely reload the backbone router for a new rack but for some reason the standard label password we use for the backbone routers wasn't working يعني هو كان عايز يعمل ريبوت الراوتر بس بيكتب الايبون مش عارف يخش الستاندرد باسورد مش عارف يخش فراح اخد دخل اوكي لا يوصل لنا من اجل الرسول او هو زوزر بالظبط ده زوزر نمبر ده اولد ريجر سبيشال باك ده باك موجود عند الدارسين في سيسكو في الاي او اس بتاعها ولو استخدمت الكلام ده مش ايه الرقم هيعمل ايه اكتب بس كده طبعا الاي او اس الجديده لا اوكي بس اكشلي اي ثينك لو جربناها لواحد من الاي او اس ممكن ايه يشتغل فده هنا بيحصل فيه ايه؟ ايه اللي حصل جوه الجهاز؟ بفر اوفر فلو اوكي ده الاتاك اللي هنقول عليه هنا كده ان في جزء معين في الميموري عندنا هيكراش بسبب اللي انا طلبته منه دوت انكسبكتد او غير متوقع بالنسبه له البروجرامر ما توقعوش فما عندوش حاجه اسمها اكسبشن يهاندل دوت ازاي لما يحصل فايه اللي بيحصل؟ اوفر ويلم السي بي يو او الرام او وات ايفر الجهاز بيعمل ريلود اوكي فزي ما قلت في منه كتير قوي 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 برضه لو هتدرس ان شاء الله ايثيكال هاكينج في يوم من الايام يعني ايه هتلاقي يعني جزء كبير من الكورس بيتكلم على موضوع البافر فلو برضه ما زلنا في جيم في الاكسس اتاكس لغايه دلوقتي كل ده اكسس اتاكس في كميه اتاكس اتاكس كلهم بيقعدوا تحت انت عايز تخش عايز تاكسس فاخيرا وليس اخيرا طبعا ايه السوشيال انجينيرنج جبنا سيرتها المره اللي فاتت بسرعه والسوشيال انجينيرنج هو ان انت تقدر تستغل اكبر نقطه ضعف موجوده في الشبكه اللي قلنا هي ايه؟ البني ادمين مش الكمبيوتر ولا الراوتر ولا الفاير وول ولا البروتوكول ولا الويندوز ولا الابلكيشن لا البني ادمين وطبعا في طرق كتيره جدا جدا انك تعمل بيها سوشيال انجينيرنج فجاب لنا هنا بعض الامثله زي البريتكستنج يقول لك when a hacker calls an individual and lies to them in an attempt to get access to privileged data زي يدعي ان هو عايز personal او financial data in order to confirm the identity of the recipient يعني بيتصل بيك ولكن انا حضرتك من بنك كذا 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 او من شركه كذا 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 او من بتاع كذا 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 ومحتاجين ناكد منك كذا عشان خاطر حصل كذا او جامعة جميله جدا اه كسبت جايزه كذا ومحتاجين فاهمين الفكره وطبعا الناس بتفهم الناس بتعمل الفيديو اللي حطيته على الجروب اوريدي فكرنا ديفكول اللي هو بتاع ديفكول اللي قلت لكم عليه امبارح فتلاقي الراجل عمل جاب له بنت كده ظريفه سوشيال انجينير هي من الناس ديت وسبوفت الرقم بتاعه يعني ايه سبوفت الرقم بتاعه؟ يعني كلمت مثلا افترض ان هو تبع مين؟ فودافون اوكي؟ كلمت خدمه عملاء بتاعت فودافون وقالت لهم ده رقم تليفون جوزي وهي فعلا ظاهر عندهم هناك رقم تليفون جوزي بس هو لا هو سبوفت يعني فاهمين عملت ايه؟ زورت رقم التليفون هي بتتصل برقم تليفون تاني بس بيظهر على السيستم هو رقم التليفون بتاع مين؟
بتاع جزء ده سبوفين رقم التليفون. وبعد كده ايه بقى المفروض لما تكلم خدمه العملاء هتقول انا عايز الباسورد بتاعتي انا عايز مش عارف ايه معلومات ما بيديهالكش ايه لو حد جرب بيديهالكش لما ايه قصه يعني بيسالك على رقم البطاقه هيسالك على مش عارف ايه حدوته ده الطبيعي. هي بقى عامله ايه مشغله صوت عيل صغير عمال يعيط في الخلفيه وعماله هي تتكلم ان يعني هي الدنيا ازمه ومعلش والله انا اسفه ليها طريقه معينه بتتكلم عليها شويه اوكي ده مطور بيحصل ايه كل سنه بيتجمع في الهاكرز نيو برودكاست شغال. طب اقول لك اكتب بس تخش على الويب سايت بتاعهم واتفرج على بعض السيشنز اللي موجوده تمام. في سيشن طويله شويه اعتقد ساعه الا ربع او ساعه كانت كيفن ميتنيك عاملها السنه اللي فاتت 2015 اتفرج عليها تمام. هو واقف وقال لك انا ههاك الجمهور اللي موجود تمام. كيفن ميتنيك ده اللي وضع عليه واحد من اشهر اللي هم الهاكرز في التاريخ اللي كتب دي اوت اوف ديسبشن تمام. تلاقي حاجات زي كده ظريفه وتشجعك ان انت تخش في الموضوع وتدوس على كده. بس اوعى تخش وتدوس في الموضوع وتبقى زي مع الناس دي تمام؟ لا نوصل بس للمرحله دي عشان ايه؟ نوصل بس للمرحله دي. طيب فيشنج زي ما قلنا ان انت بحد يدعي ان هو حاجه ويبعتها لك. وطبعا في فيشنج على فكره منه انواع كتير يعني فيشنج اتكلمنا عن ايميل كل شويه ايميل ايميل بس في مكالمات تليفون بنسميها فيشنج يعني شيء حاطط بيه يبقى في في طبعا اس ام اس فيشنج يعني اللي هو المسجنج تمام؟ عن طريق الاس ام اس يعني بيجي لك اس ام اس ماشي في بعض سبوف ان هي من فودافون او ان هي من البنك بتاعك او من وات ايفر اوكي مش لازم ايميل بس وكلمات تليفون بيدعك ان هو من خدمه العملاء وكلمات تليفون بيدعك ان هو في الاي تي ديبارتمنت بتاع الشركه بتاعتك يعني انت قاعد على الشركه في الشركه وقاعد سمعت تليفون الارض يعني اللي هو التليفون بتاعك على مكتبك فبيظهر رقم قدامك مين اللي متصل فبتلاقي بيظهر قدامك مين اللي متصل رقم داخلي جوه الشركه مش رقم من بره ورقم بتاع مين بتاع الاي تي فترد وانت مطمن مين اللي بيتصل الاي تي حلو كده اتعامل عادي خالص والموضوع تمام طبعا الموضوع ده كمان خد متصل والظاهر كمان رقم سهل جدا سهل جدا لا هو لو سبت طلب عادي يعني مثلا لا لا اي بي كيرف اي بي اي بي فونت اي بي فونت صغير العكس ده ممكن يسهلها كل التكس كل التكس ليها ايه ال دي تيلز بتاعتها وازاي تقدر تتم هم كتير جدا جدا ده شفت الراجل الواحد بيتك تليفون واحد وبيبعت يعني بالكوماند لاين ده بيبعت اس ام اس ويعمل مكالمات ويشغل تليفون تاني على التليفون ده يبقى انت تليفونك في ايدك كده في واحد تاني بيتصل منه. بص انت دلوقتي يعني كل اللي انت بتوصل له انت مش سكيور على ما تفترضش عامل ان انت سكيور في اي حاجه تمام بالظبط انت مش طالب دي اهم حاجه عشان كده لما جابوا مارك زوكربيرج في الصوره ولا بتاع كان وزير الدفاع مش عارف اسمه رئيس المخابرات الامريكيه في انترفيو كان اللابتوبس بتاعتهم ظاهره سواء دوت او دوت لقيتهم الاثنين عاملين ايه؟ لازقين حاجه على الكاميرا ولازقين حاجه على المايك اوكي؟ اللابتوب بتاع زوكربيرج رئيس فيسبوك تمام؟ ما معهوش فلوس دوت مش مشغل الناس بتوع سكيورتي دوت والتاني رئيس المخابرات الامريكيه. المخابرات الامريكيه بقى تمام؟ والاثنين عاملين ايه في اللابتوب بتاعتهم؟ مخبيين الكاميرا سادين الكاميرا وسادين ايه المايكروفون لان الهاكرز يقدروا يجيلوا اكسس للكاميرا والمايكروفون بتاع ما تفترضش ابدا ان انت ايه ودول تارجت صح؟ احنا بالنسبه لنا مش لازم تعمل كده ما تخافش قوي الا لو انت حاسس ان انت تارجت لكن يعني زي ما قلنا ايه ده طبيعي اللي بيحصل. سبير فيشنج اللي هو فيشنج موجه سبير يعني روح تمام فيشنج دوت انت بتصطاد في الميه عامه هتلقط اي سمك هتجيلك يعني الراجل اللي بيبعت الايميل اللي هو بتاع الفيسبوك او بتاع البنك مش بيبعته واحد بيبعته مليون واحد دي الفكره كلها بيجي له عدد مسلم يعني انت بنسبه معموله كده انت بيقول لك لو خبطت او بعت الحاجه مثلا لمليون واحد هيرد منهم كام؟ 1000 دي نسبه عدد. ممكن يكون اكتر من كده كمان فاذا بقى ليك 1000 تارجت تمام لو بعت 100000 واحد رد 100 بقى معاك 100 تارجت لكن السبير فيشنج اللي هو بيبقى موجه في تارجت معين هدف معين وهو ده اللي احنا عايزين نوصل له فطبعا ده بيبقى اسوء بكتير جدا. لما انا قايل ياهو كانوا بيبعتوا باتش ده في برنامج اسمه بايثون كانوا بيبعتوا باتشات كده اهوت يبعتوها على الميل لناس تدي الناس تستقبلها او يحطوها على الجروبات ويحطوها يستقبلوها والباتشات ديت تفتح على كل برامج البايثون تلاقي واحد مثلا عنده البرنامج بتاع بايثون ده وبدا ناس هم ما يعرفوش يدوا اساسا ولا ما تشوف ناس ثانيه حتى هو طبعا يعني للاسف الثغرات الكبيره اللي هي المشهوره اللي بتخليك تجين اكسس يعني اكتر مما تتصور
لما نيجي نتكلم مثلا دلوقتي ويا ريت حتى بس اند يوزرز هنتكلم دلوقتي في الجزء هقول لكم برضه بعض الحاجات المأساوية مش على اند يوزرز على حاجات ضخمة شركات ضخمة لكن ده للأسف الطبيعي الناس ابتدت تفوق شوية في آخر 3-4 سنين بسبب موضوع الفلوس اوكي لكن يعني هنشوف هيبان احد الحاجات اللي هي كنت لسه شايفها ده اعلان عن كتاب حد شاف تريلر بالكتاب قبل كده اعلان عن كتاب مش عارف هيبان عندكم الفيديو ولا لا ظاهر اوكي شايفين الصوره اللي هو جابوها دي اتنين مع بعض بيحبوا بعض بعدين يقول لك ايه لايف از شورت هاف ان افير ashleymadison.com او اشلي مادسون ما اعرفش اشلي مادسون ده كان ويب سايت مشهور جدا بيعمل ايه افير يعني بينظم للناس المتزوجين ان هم يهبوا علاقه خارج الزواج بتاعهم يخونوا بقى الموقع يس بياخد فلوس عشان خاطر يخلي الناس يعملوا حاجه زي كده طبعا ليه انا جايب سيرته وليه هو موجود هنا عشان خاطر ده حصل له داتا بريتش او هاك واتسرق منه 37 مليون اكونت اوكي طبعا انا بدي انتشرت على طريقه الانشاء واتحطت كلها وطبعا كانت فضايح اوكي 37 مليون شخص وشخص يعني ناس تمام اتحطت المعلومات بتاعتهم الدروب بوكس بريتش لو بتستخدم دروب بوكس تمام في 68 مليون اكونت اتسرقوا تمام الاي باي بريتش 145 مليون اكونت اتسرقوا دروب بوكس ده اللي انا بستخدمه ده هو هتلاقي جالك منه ايميل ان هو ده حصل طب هم مجبرين يعملوا كده دلوقتي هتلاقي جالك منه ايميل ان البريتش حصل يقول لك المفروض تخش تغير الباسورد بتاعك لو دورت بس انت هتلاقيه عالي ما تحطوش انك فاهم الاعلانات في حاجه حصلت الاي كلاود بتاع ابل طبعا الاي كلاود ده جميل جدا يعني مش هتخش طبعا في الايه في الهاكينج اللي حصل السنه اللي فاتت عشان ما بقاش 18 بلس اوكي وادي اخر واحد طبعا قلت لكم عليه لسه مكتشف هو معمول من زمان من كذا سنه تمام بالظبط لكن هو كان 500 مليون تقريبا ده المتوقع لغايه دلوقتي لسه اكشلي ذير ستيل انفستيجيتنج وطبعا في ناس ثانيه كتير مش فاكر لينكد ان مثلا كانوا حوالي 160 مليون او 150 مليون حاجه كده فمش فاكر بالظبط يعني لكن الارقام ما شاء الله جميله جدا. فانا بقول لك كل دوت ليه؟ لانه هيجيب لك هنا في الاخر بقى ايه؟ البريتشز ديت the cost of data breaches could be up to 15.7 trillion US dollars. يعني الهاجم اللي حصل دوت مجموع خساراته اشلي مادسون دي فلست. تمام؟ خسرت كام؟ مثلا 200 300 مليون دولار. دروب بوكس خسر كام؟ تمام؟ وبيقيموا الخساره ديت بحاجات كتيره يعني في حاجه اسمها خساره السمعه زي ما قلت لكم مثال بتاع سامسونج المره اللي فاتت. خلاص الناس مش هتشتري تليفونات سامسونج اوكي فتره طويله هيقعدوا مش ناسيين موضوع ايه النوت 7 اللي اتحرق فده بيتقيم بفلوس فاذا بص على رقم رهيب ده 15.7 تريليون يو اس دولار عشان كده بقول لك الشركات ابتدت تفوق شويه في الموضوع او تبقى تحاول توقف الحاجات اللي هي بتحصل جيت اكسس للديتا سبام طبعا عارفين السبام اوكي مش محتاجين نشرح السبام كلنا بنعاني منه التيل جيتنج اللي هو عباره عن ايه؟ ان انت داخل الشركه مثلا داخل الشركه يس داخل الشركه او داخل الاوضه بتاعت مثلا الراك ولا حاجه اللي هي فيها السيرفرات او الاطارات والسويتشات وحد يخش وراك ايه الكلام اللي انا بقوله ده؟ اتاك يس اتاك دي انا اجين فيزيكال اكسس اوكي فانت داخل تحت الباب وبتفتح الباب عادي محدش بيبص وراه مين اللي داخل وراه وحد دخل وراه something for something او quid pro quo اللي هو عباره عن يعني من الاخر اعمل لك حاجه وانت تعمل لي حاجه ممكن يخش لك بالجزره او بالعصايه مش بالجزره والعصايه صح؟ يعني يا اما يديك حاجه يغريك بحاجه اللي هي الجزره يا اما بالعكس اللي هو بالعصايه اللي هو يهددك بحاجه لكن في الاخر عشان خاطر يقنعك ان انت تعمله حاجه. اخر حاجه baiting تمام؟ ودي مشهوره قوي باليو اس بي فلاش درايف ان هو يسيب يو اس بي فلاش درايف في اي مكان ممكن يكون تارجت ممكن مش تارجت يعني يسيبه في حته في مطعم هو عارف مثلا موظفين ابل بياكلوا فيه اوكي فيسيب يو اس بي فلاش درايف واحد من الموظفين جاي ايه ده فلاش درايف بتاع مين ده يا جماعه مش بتاعنا جاي واحد فلاش درايف ببلاش اوكي وتستخدمه ما تعرفش انت الفلاش درايف ده عليه ايه كلاوي يقدر يجيب اكسس لكل حاجه هتتوصل يبقى ده بالتلخيص طبعا هو كتير بس ده مهم اللي هو ايه الاكسس اتاكس بتاعتنا. تاني نوع من الاتاكس اللي هي الدينايل اوف سيرفيس اتاكس اللي هي تاني نوع اللي هي اخر نوع خلاص. الدينايل اوف سيرفيس زي ما اتكلمنا عليها قبل كده كذا مره منع الخدمه دوت معناها ايه؟ ان انا اوقف حاجه معينه خدمه او جهاز زي ما الناس دي هنا مثلا كده. الاتاكر دوت الدوس اتاكر عمال يعمل بينج زي ما كان احمد بيقول من شويه
طب ممكن توقع ويب سيرفر بنتكلم عليه بينج كتير، ممكن توقع راوتر بنتكلم عليه بينج كتير، لو هو طبعا ما يتحملش حاجه زي كده، وبالتالي اليوزرز يجوا يخشوا ما يعرفوش يخشوا على الحاجه ديت، هو ده اسمه ديبايد اوف سيرفيس بدل خدمه. اشهر انواع طبعا ان انت توقع سيرفر بتاع موقع ويب سايت معين. فبتعمل دوت ازاي؟ يا اما بتعمل حاجه اسمها ريسورس اوفر لود زي الباكتس البينج اللي قلت عليها دلوقتي، بتعمل بينج 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 كتير قوي فالراجل مش قادر يرد عليهم. يا اما بتعمل حاجه اسمها مالفورم داتا، يعني داتا بايظه خليه هو ما يعرفش يتعامل معاها، او تعمل له برضه اوفر فلو اللي قلنا عليها قبل كده للبافر او الميموري بتاعته. وات ايفر، عندنا حاجات كتيره جدا جدا بيقول لك هو بينج فلوجز، اعمل الديسك سبيس بتاعه او الباندوز او البافرز، اعمل حاجه اسمها باكت ستورم، اوفرلاب باكتس، انهاندل داتا، حاجات كتيره جدا جدا تقدر تعملها. ده يمكن اشهر واحد محتاج انت تعرفه بالنسبه للامتحان اللي هو تي سي بي سيلف لود اتاك. اوكي، سهل جدا يقف دلوقتي بس مازال موجود. تي سي بي سيلف لود ان الهاكر بيبعت للويب سيرفر مجموعه كتيره ضخمه من الباكتس اللي هي سيلف باكت. لو فاكرين ده لازم تكون فاكر تي سي بي كان بيشتغل ازاي. تي سي بي بيشتغل بحاجه اسمها 3 واي هاند شيك. 3 واي هاند شيك ده الكلاينت بيبعت سيلف، السيرفر يرد عليك سيلك، الكلاينت يرد باك. شكرا. لا، اللي بيحصل هنا ان ده كلاينت بيبعت للسيرفر سيرف، السيرفر يرد بسيرك، وبعدين ما عبروش. ليه ما تعبروش؟ انت استفدت ايه كده؟ دي اسمها هاف اوبن كونكشنز. يعني الكونكشن ده ما كملش، صح؟ بالنسبه للسيرفر هو مدانين عنه. بالظبط، في حاله ويتنج دلوقتي ان هم يفنشوا. فبالنسبه للسيرفر كده هو اخره ان هو يتعامل مع 10,000 كونكشن، وانت كده بتمدله ال 10,000 كونكشن دول بالحاجات ديت، يبقى لما يجي حد تاني كونكت يقول له مفيش، مش هيرد عليك. لا هو مش ما عندكش سي بي. لا ما ينفعش دي اتش اس بي بتعمل معاه حاجه شبه كده برضه ان هو ايه يروح داخل. لا ده اسمه دي اتش اس بي ستارفيشن. حاجه اسمه دي اتش اس بي بالظبط. نفس الفكره اللي كنا بنقول لك بتوقع خدمه الايه؟ الدي اتش اس بي. الدي دوس بقى هو الاسوأ، لانه ده الدوس اللي هو جهاز واحد بيهجم على جهاز اخر. ديستريبيوتد ديناير سيرفيس بيقول لك لا، عندك مجموعه ضخمه من الاجهزه مع بعض بتهجم كلها على جهاز واحد. طب الهاكر جاب من ايه مجموعه ضخمه؟ بس مجموعه هاكرز اتجمعوا مع بعض كذا الف هاكر؟ لا، هو ده بيحصل. بيحصل بالظبط ان انت كل اللي انت بتقوله صح، ان انت بتستغل انفكتد ماشينز. تمام، يعني الدنيا الصوره ممكن اللي بعديها توضحها اكتر. ادي هنا الهاكر الحقيقي، ودول بنسميهم الهاندلر سيستمز، غالبا بيبقوا سيرفرز ضخمه انت بتواجه دول، ودول بيواجهوا الاول بتاعتهم للانفكتد ماشينز اللي تحت، بنسميهم زومبيز. اوكي، وطبعا الانفكتد ماشينز دي ملايين، مئات الملايين اكشلي من الديفايسز في العالم انفكتد اوريدي دلوقتي، وانت قاعد هنا دلوقتي اضمن ان في مئات الملايين من الاجهزه انفكتد، وبالتالي عن طريق الورمز اللي احنا اتكلمنا عليهم والتروجن هورسز وكل الكلام ده كله، الاجهزه دي من غير ما تعرف بتشارك في اتاك. وطبعا اللي بيحصل كالاتي، انت مثلا عايز تاتاك موقع معين مثلا زي اتاك زي ماستر كارد دوت كوم، فيزا وماستر كارد، ماستر كارد دوت كوم عايز اوقعه زي ما حصل قبل كده. فبالتارجت بتقول لدول كلهم يتارجتوا ماستر كارد دوت كوم، ودول بيبعتوا الاوامر للايجنتس او للزومبيز دول يتارجتوا ماستر كارد دوت كوم. طب بعدين يعني ايه تارجتوا ماستر كارد دوت كوم؟ ايه اللي اكشولي بيحصل بيتبعت لماستر كارد دوت كوم؟ ولا حاجه. الناس بتفتح له كونكشنز عاديه. يبقى اول نوع اليوزرز دول كلهم يخشوا يفتحوا كونكشنز عاديه على ماستر كارد دوت كوم. بس اللي بيحصل ايه؟ ماستر كارد دوت كوم متعود ان بيجي له اكشوال داتا، حجم الداتا اللي بيجي له او حجم العدد الكونكشنز في وقت معين في اللحظه الواحده، مليون مستخدم مثلا. تمام؟ ده الطبيعي اللي هو الماكسيموم بتاعه يقدر يتعامل معاه مليون مستخدم. الافرج بتاعه 500,000. اي لحظه متوسط في 500,000 يوزر داخلين على ماستر كارد. الماكسيموم مليون. تمام؟ طيب انا لما اجي كهاكر دلوقتي واعمل حاجه زي كده، كل الناس تعملوا دي افتحوا ماستر كارد. تمام؟ وده معناه ان هم بيبعتوا لي باكتس عاديه. تقدر تفتح ليه الويب سايت، بس هيزود اكتر بكتير من الرقم اللي هو ليه الطبيعي بتاعه. في بقى اتاك اللي اقوى من كده. ايه الاتاك اللي اقوى من كده؟ اسمه ريفليكتور او ريفليكتور اتاك. يعني ايه بيعمل ايه؟ يعني ايه ريفليكتور؟ ايه هنشوف حاطط اللينك كده. يس اوكي، هنشوف الريفليكت والامبليفيكيشن اتاك. الريفلكت اتاك الاول او بقى دوت ايه؟ يحمل اوكي.
ايه الريفلكت والمرتبط بيه اللي هو امبليفيكيشن اتاك فريكوينت اتاك كومبليكيشن اتاك؟ هي بيقول لك الريفلكت الاول يعني انا مثلا دلوقتي اوكي ادي السيرفر اللي انا عايز اخش عليه اقول ان هو ايه الماستر كلاس. اول واحده اقول لك هاي سبيد ان انا بجمع مجموعه من الايه الاجهزه اوكي انا بعمل مجموعه من الاجهزه اللي هم الزومبيز اللي هو خليهم كلهم يبعتوا ريكوست كتير قوي لمين؟ لماستر كارد. اوكي؟ حتى هو عامل بروتكشن هنا، المشكله في ايه؟ المشكله ان احنا نتكلم شويه لو في جهاز واحد مثلا بعت لي 1000 باكيت مره واحده، الفاير وول هيعمل فيه ايه؟ هيوقفوا عند حد على طول 1000 باكيت ليه؟ تمام؟ يعني في ليفل معين مش هبعته لك. لكن المشكله ان انا ما بعملش كده، الزومبيز دول بخلي كل واحد يبعت 500 مثلا، 500 باكيت بدل 1000. فاذا 500 يبقى مش لازم الرقم بالظبط يعني 50 وكده. الرقم اللي هو النورمال بالنسبه للرقم اللي هو ما يخلوش ايه؟ يقف ما يخلوش يوقفه ولا يحط لي في البلاك ليست زي ما هتشوف. فاذا دي مشكله اللي بتحصل. الريفلكتنج بقى بيقول ايه؟ لا ايه رايك بقى لو عملت ايه؟ ماستر كارد مثلا نفترض ان هو 1111 ده الاي بي ادرس بتاعه. حلو؟ انا دلوقتي لو جاي باعت لسيرفرز ثانيه على الانترنت تكون حاجه سيرفرز كامله وتكون شغاله ابلكيشنز عبيطه زي مثلا الاستاذ المشهور مين ال تي بي مثلا فاكرين ال تي بي من سي سي ان اي نتورك تايم بروتوكول ده اللي بيظبط بالساعه احنا بنتكلم عليه عندنا في الشابتر الجاي لكن ال تي بي بيظبط بالساعه طيب ايه القصه بتاع ال تي بي انا دلوقتي عندي في مجموعه ضخمه جدا من الانترنت سيرفرز اللي موجودين اسمهم ال تي بي سيرفرز اوكي ال تي بي سيرفرز هم وظيفتهم ايه اي حد بيكلمهم ويقول لهم انا عايز اظبط الوقت بيظبطوا مع الوقت انا عايز اقول زي الويندوز ستاك الويندوز ستاك بيعمل كده فاللي بيحصل في الاخر الهاكرز دول اللي هي الاتاكس اللي بيقدروا مش هروح بقى اكلم كده مش هروح اكلم اللي هو السيرفر بتاع ماستر كارد كل دول يبعتوا هنا للان تي بي سيرفر دوت كلهم يبعتوا يروحوا للان تي بي سيرفرز ودول عايزين يظبطوا الوقت وظبط الوقت دوت غالبا لو فرق الوقت كبير اوكي بياخد باكتس يعني ظبط الوقت مش عامل زي مش باكت لا لو سمحت انا عايز اظبط الوقت سنكرونايز مثلا سينك يمكن يرد عليك ماشي اوكي مش هو ده كده ظبط الوقت لا خالص انت بتبعت باكيت واحده مثلا وهو بيرد عليك باكيتس كتيره جدا عشان تظبط الوقت من غير دخول التفاصيل تمام بمعنى ابعت باكيت واحده جاي هو واخد كده مثلا فاهمين القصه؟ ده طريقه ظبط الوقت فاللي بيحصل ايه كل ده لغايه دلوقتي ما فهمناش كل دول بيتكلموا ده الراجل لسه في حاله هو ما فيش فيه حاجه قال لي ببساطه شديده ريفلكشن هو بيدمج ديستريبيوتد درايف سيرفيس مع السكوبنج كل الباكتس اللي بتروح للتايم سيرفرز دول بيقول لهم السورس بتاع اللي عايز يظبط الوقت مين؟ اهو يبقى لما انت تقول للحلوين يردوا اوكي عايزين يردوا عشان ظبط الوقت يبقى هيردوا على مين؟ ده هيعيط فاهمين المشكله دلوقتي؟ والمشكله بقى دول مش ايه؟ دي مش اجهزه عاديه مش متوصله بشبكات عاديه مش عندها كونكشنز عاديه فاهمين القصه؟ دي اقوى بكتير من ايه؟ من الاساتذه فده اسمه ريفليكشن اللي انت بتعكس ايه؟ الاتاك الكبير قوي بقى اللي حاطط لك تو لينكس هنا موجود ده اللي هو بيعمل نفس الطريقه ريفليكشن بس ويز امبليفيكيشن ايه هو ده زي دي ان اس نفس القصه بالظبط بس بدل ان تي بي سيرفرز انا احط ايه دي ان اس سيرفرز دي ان اس سيرفر جايب لك هو عايز لك هنا مثال عشان اوريها لكم عشان تفهموا ايه اللي اهو اوكي ده كده الدي ان اس ريكويست يعني انت عارفين دي ان اس سيرفر بتقول ايه؟ هات لي سيسكو دوت كوم يرد عليك صح؟ فبيقول لك ده مثال ده اكشولي الحاجه بتقول لك مثلا بتقول له هات لي اي اس سي دوت اورج وتكتب له هنا اكس 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 ده الرقم بتاع الاتاك اللي انت عايز تهاجمه هو 111 في المثال ده حلو ادي المسج شايفين المسج فيها قد ايه؟ حاجه صغيره خالص صح؟ بص بقى السيرفر هيرد عليك بايه؟ شايفين الرقم بتاعه؟ دي الباكت اللي هيرد بيها السيرفر كل ده يبقى اذا 64 بايت كويري بترد عليك 3223 بايت ريسبونس انا بعت رساله 64 بايت بترد عليك فهمت بقى الامبليفيكيشن جت منين؟ ان انا مش ههاجمه ب 64 بايت دوت انا هبعت ده 64 بايت يبقى تكلفتي قليله جدا ان انا دفعته اللي هو من هنا كام 64 بايت صح؟ يبقى اذا الناس دي متصور يقدروا يبعتوا كام كويري زي دوت موجود؟ ملايين 64 كيلو بايت ده ولا حاجه صح؟ يبقى حتى الجهاز لو متوصل هنا في مصر بالانترنت كونكشن نص ميجا بتاع وصلة نت تمام؟ حاجه خطيره خالص وانفكت الجهاز دوت يقدر يبعت كميه ضخمه من الدي ان اس كويريز ديت للدي ان اس سيرفرز اللي موجود المشكله ان الدي ان اس سيرفرز اللي موجوده ديت دول اسمهم دي ان اس ريزولفرز
مش بيبعت عشان ما تفتكرش ان هو بيبعت للتي داتا ولا لجوجل، مش هي دي تي لسه الريزولت عليها، بيبعت لحاجه اسمها دي ناس ريزولفرز. مين دول؟ بعرف في شركه تمام، انت مثلا في مدرسه صح؟ المدرسه عندهم عملوا بقى اكتف دايركتري والموضوع متظبط وسيرفرات وكده، فجزء اساسي من الاكتف دايركتري انك تحط سيرفر ايه؟ دي ناس صح؟ دي ناس سيرفر دوت ما تعرفش يعني المفروض وظيفته ان هو لو حد في الشركه يكلم سيرفر جوه الشركه يديله يساله على اسمه ويديله رقم. بس الجزء الثاني من وظيفته ان هو ايه؟ لو انت عايز حاجه من الانترنت ما بتروحش بقى تسال تي داتا، بتسال مين؟ دي ناس سيرفر بتاعك. وهو اللي بيعمل ايه؟ بيريزولف الموضوع دوت ليك. تمام؟ المشكله ان عدد ضخم جدا اللي هو طبعا بيتكلم هنا اهو اوبن دي ان اس ريزولفر فلو بين اوف ذا انترنت، يعني الكارثه بتاعت الانترنت المصيبه بتاعت الانترنت. لان عدد ضخم جدا من الدي ان اس ريزولفرز في العالم، متصورين بقى في كام شركه في العالم؟ كام شركه في العالم؟ مليارات؟ معرفش 50 شركه في العالم. كام شركه في العالم دول عندهم كل شركه دي ان اس سيرفر؟ وتصور ان عدد ضخم جدا نسبه ضخمه جدا منهم سايبين الدي ان اس سيرفر بتاعهم مفتوح لهذا الموضوع، ازاي؟ ان لما اي حد مش من الشركه، اي حد من بره يساله على حاجه يرد عليه. فاهمين المشكله في ايه؟ الطبيعي لو انت بتعمل في مايكروسوفت ويندوز سيرفر مثلا صح؟ تقول له لا ما تردش على طلب جاي لك من بره، انت لو انت بس مقبول لخدمه مين؟ الناس دي بالظبط. فاذا المشكله في الاوبن دول هم مفتوحين، هم مفتوحين للعالم كله بهذا الشكل، ان اي حد تصور بقى الاتاك ده يعمل ازاي؟ الاتاك اللي هو بيتكلم عنه، ان كل الزومبيز دول بيبعتوا 4 سنين وقت لهنا لدوت لناس يرجع يرد عليهم بحاجه زي 3000 اللي انتم شفتوها، مش بيرد عليهم هم، بيرد على مين؟ على التارجت. ينتج ده في ايه؟ طبعا كل ده هنا ده احد التحليلات بتاعت الاتاكس اللي موجوده، ده اتاك حصل اوكي، دي ان اس ابلكيشن دي دوس اتاك، وبيوصل دلوقتي لجيجا بيتس بير سكند اكشولي. مثلا a few weeks ago the investigation attack 20 مثلا جيجا بيتس تمام 24 hours a day as an attack against one of our customers. ده حجم الايه الترافيك اللي هو بيجيبه 20 جيجا بيتس بير سكند، رقم بانوت عمله صحيح، يعني مين اللي يقدر يتحمله؟ فاهمين الفكره عامله ازاي؟ انا عندي ويب سيرفر دلوقتي وحاطه هنا في مصر او حاطه في امريكا في داتا سنتر. طيب الداتا سنتر دوت مديني بانوت قد ايه؟ الداتا سنتر كله البانوت بتاعه قد ايه؟ فمين بس انت حاطط هوستنج ويب سيرفر بتاعك الداتا سنتر في امريكا، الداتا سنتر واخد كونكشن كام للنت؟ 100 جيجا؟ اوكي؟ دي حاجه ضخمه بالمصار، يعني 100 جيجا متر للطريق. طب تقول ايه 20 جيجا برضه هنا؟ لا اكشولي ده التاك العبيط تمام، لما يعني تبص بعد كده في التفاصيل بتاعت ولا استنى اللينك اللي بعديه يعني اه لينك اللي بعديه بص دوت ده بقى احدث حاجه ده ايه 9/2016 اكشولي. اجيب لكم مثال عشان تشوف احنا وصلنا لايه دلوقتي. One terabit per second DDoS attack. ممكن يكمل مش 20 جيجا ولا 100 جيجا ولا مش عارف ايه كمل 1 تيرابيت. ده بيقول لك ذا موست ريكوردد ايفر بوت نت اوف مليونز اوف انفكتد ديفايسز. مين البوت نت دي؟ هي شبكه الاجهزه اللي بنقول عليها اللي هي انفكتد كلها اللي هي الزومبيز دول اسمهم ايه؟ بوت نت. تمام ده الاسم بتاعهم برضه لما تشوفهم. ف مين بقى هنا الاجهزه اللي انفكتد؟ ده المثال برضه عشان احنا 2016 بقى اوكي سبتمبر 27 اهو 2016 ده لسه قريب خالص. تصوروا مين؟ اي او تي ديفايسز. يعني ايه؟ يعني مش كمبيوترز على نازل عليها ويندوز واتضحك عليهم، لا مين الاي او تي ديفايسز دي؟ لا موبايلات يا ريت، موبايلات برضه عليها بتاع دوت. انترنت اوف ثينجز اللي هو مين يعني زي ايه؟ تمام؟ ايه الانترنت اوف ثينجز؟ اي حاجه اي حاجه كاميرات كاميرات فعلا كاميرات الحاجات اللي موجوده الاشارات بتاعت المرور الحاجات السمارت اي سمارت واتش سمارت كار سمارت مش عارف ايه اي حاجه فيها سمارت اللي بقت حاجه طبيعيه دلوقتي مش حاجه يعني بعيده عننا النظارات يعني فاهمين القصه بقت حاجه كتير قوي 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 بس اسمها سمارت ديفايسز متوصله بالانترنت اوف ثينجز. طبعا حاجه جميله وحاجه ظريفه والمستقبل وسيسكو بتقول لك لو درست في سي سي ان اي هيبقى سنه 2020 في 50 مليار جهاز متوصل بالانترنت ومعناها ان انتوا ما شاء الله هيبقى عندنا شغل كتير جدا جدا في العالم دلوقتي ودي حاجه كويسه لكن في المقابل فين السكيورتي بتاعت الاجهزه دي؟ زيرو مفيش اي حاجه عشان كده اصلا ده النمبر 1 دلوقتي في ريسيرش بيحصل النمبر 1 اللي بيحصل فيه ريسيرش اسمع هو الانترنت اوف ثينجز ايه سكيورتي نمبر 1 دلوقتي كل الناس يعملوا انترنت اوف ثينجز اوكي تعالوا نعمل كذا بس في بروجكت كانوا لسه عاملينه طلبه في ثانوي عندنا هنا في مصر عملوه وقدموه خدوا بيه جائزه من سيسكو ان هم العملاء بتوع المصنع عشان خاطر وهم شغالين في مصنع معين لازم يكونوا لابسين السيفتي بتاعتهم
سيفتي ده اللي هي الخوذه وحاجات معينه والكلام ده كله. فعملوا ايه؟ بالاي او تي دوت عملوا سنسور وكاميرا وربطوها بالمكنه وبكنترولر معين. المكنه مش هتشتغل اصلا، تقعد تدوس على الزرار بتاعها مش هتشتغل الا لما الكاميرا والسنسور يتاكدوا ان اللي قدامهم لابس الايه؟ الطاقيه والبتاع دوت. فاهمين القصه؟ ده انترنت سيلز بقى، مش بتكلم بس في الحاجات اللي هي الحاجات مثلا نايكي شوز اللي هو الكوتش اللي بتجري بيه يسجل انت جريت ايه وعملت ايه، لا موجوده في كل حته. المشكله طبعا بتاعت الحاجات دي كلها ان ايه؟ بتتعمل وحاجه ظريفه بس مش سكيور خالص، ما فيهاش اي ايه؟ سكيور وسهل جدا زي ما شفنا. الكلام لسه حاصل دلوقتي ووصل رقم رهيب، الرقم اللي هو بيقوله ده مش رقم عادي. فيعني القصه بتاعت الديستريبيوتد نايت سيرفيس هو يعني مليان حاجات ضخمه جدا 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 ممكن تقعد تقرا فيه هو لوحده يعني ساعات وساعات وساعات طويله ازاي بيحصل انواع الاتاكس الايه المختلفه، وتكتشف في الاخر ان كل ده اي واحد فيكم يقدر يعمله تمام ببساطه شديده جدا لو معاك مثلا 50 دولار ولا 100 دولار. ليه؟ كل ده فرصيه، البوتنتس اللي بقول لكم عليها ديت موجوده في اماكن معينه فرصيه، بتشتري بوتنت مثلا فيها 10,000 جهاز فيها 100,000 جهاز حسب منهم انواع واشكال واللي انت عايزه يعني، والبوتنت دي انت بعد ما بتشتريها او بتاجرها يعني مش بتشتريها معاك. بتاجر ساعات بالساعه حسب كل حاجه موجوده الحمد لله، وبتهاجم التارجت اللي انت عايزه. اوكي؟ اه يعني دي ايه؟ الاساس. اوكي؟ فهي طبعا بيقول لك دي دوس اتاكس بتوقع علينا الدنيا، بنخسر طبعا فلوس من المبيعات، اللويالتي من الكاستمر بتاعنا هيئس مننا، بنلاقي الموقع بتاعنا كل شويه بيقع، المعلومات بتتسرق ممكن اكشلي وستاء ما بيحصل، الاسهم في البورصه بتبوظ والمانيبيوليشن فيها، في كميه حاجات رهيبه بتحصل في الايه؟ في الدي دوس. يبقى دي كده كانت الثلاث انواع من الاتاكس بسرعه تاني اللي هما ريكونسنس اللي هو استطلاع واستكشاف، اكسس اللي هو بيخليك تخش، واخر حاجه دوس اللي هو دايركت. هل مفيش اتاكس ثانيه؟ لا في اتاكس كتير جدا، هما ملايين الاتاكس، دول الثلاثه كاتيجوريز الكبار اللي بنحاول فيها نضم ايه؟ الحاجه كلها اللي عايزينها. بعباقه الايه؟ الثلاثه. طب كل ده قعدنا اتكلمنا عليه ما قلناش ازاي نوقف، ازاي بقى نوقف الكلام ده اللي هو الميديجيشن. كلمه ميديجيشن او كلمه ميديجيت دي برضه انت تعرفها، انا ازاي نبدا نوقف الايه؟ الاتاك بتاعنا وندافع على النتورك بتاعنا. ام ترى تلاقي مين اول حاجه؟ مين الناس؟ السوبر هيروز بتوعنا اللي هم نتورك سكيورتي بروفيشنالز اللي هم هيدافعوا عن الشبكه. اوكي؟ فطبعا لو فاكرين التايتلز دي اكشلي قلناها في الانتروداكشن الحته بتاعت اللي هي الوظائف اللي قعدنا اتكلمنا عليها في الاول قبل ما اخش الكورس خالص. بس تعالى نبص عليهم تاني. Chief Information Officer CIO، Chief Information Security Officer CISO، Security Operations Manager تمام؟ Chief Security Officer CSO، Security Manager، وأخيرا اللي غلبانة واحدة في الآخر دي Network Security Engineer. طبعا دول الناس اللي في الانتربرايزز الضخمة جدا اللي بيبقوا موجودين وخاصين بالسكيورتي. يعني الانتربرايزز الميديا هتلاقي عندهم آخر اثنين اللي هو Security Manager وNetwork Security Engineer بس. ايه؟ انت نتورك سكيورتي انجينير، اول ما تبقى ان شاء الله تاخد سنين سكيورتي، انت ابتديت اول خطوه ان انت تبقى ايه؟ نتورك سكيورتي انجينير، هو ده. اوكي؟ لكن اللي بعد كده اللي هو يبقى مانجر، لا طبعا لسه بدري عليك، اتكلمت في الوظائف بالثلاث خمس سنين والكلام ده كله عشان تبقى مانجر، عشان تبقى تشيف سكيورتي اوفيسر وبعد كده سكيورتي اوبريشنز مانجر سيك اوبس، ده بقى كله فوق فوق، لغايه اعلى حاجه اسمه تشيف انفورميشن اوفيسر او سي اي او، وده اللي بيريبورت دايركتلي للسي اي او اللي هو رئيس مجلس الاداره. يعني في رئيس مجلس اداره كده في الشركات الكبيره الضخمه زي سيسكو اكشلي، زي مايكروسوفت، زي بلاش شركات التكنولوجيا، زي وول مارت مثلا، زي كارفور، الحاجات اللي هي بتبيع يعني عالي جدا منتجات. الشركه كده فوق سي او في ناس بتريبورت على طول له او تحت منه على طول. مثلا في الشركات اللي هي العاديه في حاجه اسمها سي تي او. مين السي تي او ده؟ تشيف تكنولوجي اوفيسر. تكنولوجي ده الراجل بتاع ايه؟ بتاع التكنولوجي. ده كان زمان لوحده كان تبع السكيورتي. ابتدت بقى في اخر سنتين ثلاث سنين قال لك لا ما ينفعش بتاع التكنولوجي، يعني بتاع التكنولوجي ده تبعه ايه؟ الراوتنج والسويتشنج والديزاين يعني كل حاجه خاصه بالتكنولوجي، يعني اي حاجه تكنولوجي خلاص. اضطروا يعملوا وظيفه مخصوصه لمين؟ السكيورتي. ما ينفعش، ده محتاج حد لوحده مخصوص بكل طبعا اللي تحتيه، هو مش معنى ان ده واحد فوق ده ما يعمل اي حاجه، لا ده اللي بيدير الدنيا كلها واللي بيأركيتكت او بيصمم ايه الكلام كله. النتورك سكيورتي بروفيشنال وجاوز اوف ذا جوب تايتل، يعني مش مهم الاسماء اللي فاتت والصفحه اللي فاتت ديت، لازم يبقوا وتفضل ماست كونستنتلي ابجريد ذا سكيل سيت تو كيب ابريست اوف ليتست سيتس كونستنتلي، يعني داي تو داي. اوكي اكشلي انا كنت لسه فاتح البتاع دوت الموقع دوت لسه فاتحينه. بص ده اسمه ايه؟ ذا هاكر نيوز. اوكي
one of the best or easiest sites اللي انت تفولو يعني ممكن تعمله فولو على الفيسبوك لو عايز او سبسكرايب شايفين سبسكرايب هنا هتدخل الايميل بتاعك هيبعت لك ديلي ممكن ايميلز او ويكلي ايميلز حسب طبعا ايه اللي بيحصل وخطير جدا انت اصلا لو رحنا للهوم بيج بتاعتهم اوكي تلاقي النهارده اب تو ديت ايه اللي بيحصل معاك بقى ويب ذات سكري سباير وكذا هاف ستارت سيكريت كونفرزيشن اون فيسبوك مانجر بريكنج الله اعلم انا سيكون كونتراكتور ارستد فور سيكريت سيكريت دوكيومنتس وهكذا فوق الخمسه دخلنا الدور فاذا بتلاقي كل اخر الابديتس بتاعت الهاتف بس اسمه زي هاكر نيوز اوكي طبعا مفيش وان ريسورس واحد كافي فانا قلت لكم شويه امبارح مثلا بودكاست ولوجز وحاجات زي كده بس ده واحد من اشهرهم يعني اسمه زي هاكر نيوز يو ماست ذي ماست اتند تريننج اند ورك شوب مش هتفضل بس كده لازم في تريننج على كل حاجه جديده اوكي ورك شوبز اللي هي بتضيف طبعا للنولج بتاعتك سبسكرايب تو ريد لاين فيدز ريجاردنج تريكس اوكي وهنوريكم دلوقتي كذا ريد لاين فيد بتاع سيسكو وبتاع شركات ثانيه ده غير اللي هو هاكر نيوز يعني ده حاجه ريد لاين فيد ده حاجه ثانيه mean they must pose sorry produce the security website best security websites on a daily basis يعني اي بقى ويب سايت سكيورتي بتاعتنا من الكبار دول بقى اللي وريتكم لسه ليهم امبارح موجوده في البي دي اف لازم تبقى مشترك في اكتر من واحده they must maintain familiarity with network security لازم دايما يبقوا عارفين ايه اللي بيحصل ما ينفعش تقول لي انا بتاع سكيورتي بس انا ماليش دعوه بالويب سكيورتي مثلا انا متخصص في مش عارف انفورميشن سكيورتي ولا متخصص في الراوترز مش اسمها كده مش لازم تمسك نفسك في حته ممكن تكون متخصص في حاجه اكيد متخصص زي ما انت عايز ده فور شور بس مش معنى كده انت ما تعرفش الايه الباقي او اللي بره الكلام ده maintain monitoring of security organizations these organizations often have the latest information on threats and vulnerabilities وهنجيب سيرتهم دلوقتي اهو دي network security top network security organizations اللي انت محتاج تعرفها number one cert computer emergency response team ودي يعني حاجه هيئه ضخمه جدا جدا ومهمه جدا جدا ساينس كانت جت سيرتها في الشهادات واحده من جميع الشهادات ماتش فيرست انفوسيك برضه مشهوره جدا جدا اي اس سي 2 بتاعت السيس مالتي ستيت مش عارف انفورميشن شيرنج اناليسيس سنتر تمام ام اس اي اس اي سي وات ايفر الايه الحاجه اللي انت لازم تشترك فيها او تعرفها دول التوب يعني فخليني اوريكم كده ايه تو مان هو ولا حاجه ادي cert.org طبعا دي اتعملت الاول في امريكا بعد ما كان في اتاك كبير حصل كده بتاع مافيا بوي تقريبا وكان عامله مافيا بوي وقع بيه يعني المواقع ضخمه جدا فاتعملت حاجه اسمها كمبيوتر ايمرجنسي ريسبونس تيم اللي هو يعني ايه زي الفريق اللي هو هيحصل اي كارثه او اي حاجه ايه يقدر يتعامل بيها وادي الويب سايت زي ما انتم شايفين في publications تبعهم بودكاست تبعهم blogs ودي اهم حاجه شايفين recent vulnerabilities اوكي ايه دوت انا لسه مش عارف one touch ping insulin pump contains malware ها مين insulin pump انسولين الناس بتوع السكر اوكي دي حاجه بقى اهو multiple vulnerabilities جابوها مش عارف you by BBTI iOS banking application fails to properly validate SSL banking application البنك معين كان بين اسمه هو نزل ابلكيشن على الاي او اس بتاع ابل مش عارف اتشارتي فيرجن 9 بدل 2 كروس سايت سكريبتنج اند ريموت بريكس وهكذا طبعا اي واحده من دول لو دوست عليها بس زي دي كده هيفتح لك النولج بيز ارتكل بتاعها كل حاجه بتتحط لها ارتكل مخصوص فيها اوفر فيو ديسكريبشن الامباكت السوليوشن فيندر انفورميشن ميتريكس ريفرنسز كريدت ده طبعا مين اللي اكتشف ان ايه الفولنربيلتي زي ما قلت في كذا ويب سايت موجود في داتا بيز للفولنربيلتيز اللي موجوده لو دخلت على داتا بيز هوم هنا في الحقيقه هتبدا بقى تفتح وتعمل سيرش هنا اوكي دي الحاجه اللي انت عايزها يعني مثلا نكتب كده اوكي في سي هنجيبه اه فينو اس اي ده الفاير وول بتاع سيسكو عايز سيرش على الفولنربيلتيز بتاعته اهو اوكي ادي بعض الفولنربيلتيز اللي موجوده عندهم سيسكو اس اي كلاينت مش عارف اس اس ال بلاير اوف سيرفيس فولنربيلتيز طبعا دول قدام قوي لا في ترتيب اهو فبراير 2016 ASA IB1 IB2 كونتينز مش عارف اضافه ليه لو بصيت عليها اوكي هتلاقي المعلومات بتاعتها وهكذا فدي ده واحده من اشهر ايه المواقع اوريكم طبعا الحاجه الخاصه بينا احنا cisco.com/go/security اوكي دي صفحه بتاعت security جايب لك ايه راجل؟ كل ما يجي لك ايه تتخيله. Next generation firewalls, threat policy and access, security management, VPNs, web security, router security، او ممكن طبعا تشوف email security،
مانيبيوليشن اي بي اس او معظم الحاجات اللي هنتكلم عليها اي ام بي هنتكلم عليه دي سكيورتي برودكتس بتاعتهم السوليوشن ده الحقيقه خطير جدا جدا اللي هو السايبر سكيورتي بورد بينزله اعتقد مش عارف في السنه مرتين او ثلاثه السايبر سكيورتي بورد اي حد يقدر داونلوده فور فري وبيعملوا فيديوهات كمان يعني الناس اللي ما بتحبش تقرا بيلخصوا الفيديو في ريبورت لو كتبناه كده حطيناه على اليوتيوب اكشولي اوكي سيسكو اوكي وهتلاقي فيديوز تمام سيسكو 2016 ميد يير سايبر سكيورتي ريبورت اكزيكتيف برسبكتيف مش عارف 8 دقايق انترفيو هتلاقي كل واحد موجود اهو الثمان دقايق مش عارف ثانيه ايه وهيد لاينز بتاعته باختصار بيبقوا حاطينه على الشانل بتاعتهم على ايه على اليوتيوب هنا وبعدين لو عايز بقى تخش اي نيد لحاجه معينه طب احنا عايزين ايه دي من كل ده هو يوزر ليفلز وحط لينك في البرزنتيشن بس احنا ايه خلينا نفتح هنا كده ونشوف دي السولوشنز بتاعتهم يعني مثلا بص هنا يقول لك ادفانس ثريت بروتكشن اوكي ده مخصوص للحاجات اللي هي الجديده اللي مضروب عليها اللي هي الادفانس بيرسيستنت بيرسيستنت ثريتس مثلا زي رانسوم وير ديفينس طب اعمل ايه في الرانسوم وير دوت اي ام بي مش عارف النتورك اند داتا سنتر بقى الحاجات الخاصه بالنتورك والداتا سنتر موبيلتي والاند بوينت الكونتنت زي الويب والايميل طبعا اهم حاجه اكسس اند بوليسي مانجمنت في حاجات مخصوصه طبعا للسيرفيس بروفايدرز والناس دي وهكذا فتقدر تخش طبعا هنا وتشوف ايه كل واحده من دول التفاصيل بتاعتها بس انا عايز اوريكم صفحه مخصوصه اللي هي بتاعت الشبه بتاعت سيرتس يعني هي فيها برضو اخر حاجات حصلت وتقدر تشترك فيها اكشولي وتشوف ايه اللي حصل بالظبط بس انا هدور عليها في البوك ماركس بتاعتي وهنكون معاك الريك ان شاء الله